صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم دسمة بالتأكيد، خاصة بعد الحدث اللي حصل لأول مرة في ملاعبنا، ما أعتقد مر على تاريخ الكرة الكويتية أنه صار مثل هذا الحدث، يعني على الأقل من خلال من 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 بداية متابعتي لكرة القدم هذه أول مرة تمر علي مثل هذه الحالة صراحة. راح نناقش هذا الموضوع فنيا، قانونيا، تحكيميا، ايضا هذا الامر تطرقنا له ايضا او تطرقوا له الاخوان في وسائل التواصل كافه، وانا اقصد في بالتاكيد ركله الجزاء او ركله الترجيح في مباراه العربي والقادسيه، اضافه الى ايضا مباراه النصر والكويت في الدور قبل النهائي لكاس الاتحاد. صحيح هي مباراه تنشيطيه او كاس او بطوله تنشيطيه، لكن حدث مثل هذا ما اعتقد مر مرور الكرام في 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 اتحاد محترم، في بطولة محترمة تحت إشراف ناس محترمين، بوجود حكام محترمين، مراقبين محترمين، يعني كل هذه الأمور لابد أن يعني تعطينا بطولة على مستوى عالي من التنظيم والتحكيم. عموما ما أبي أستبق الأحداث، خلوا أرحب بضيوفي ومحللينا المتواجدين معنا اليوم. على اليمين نقول لهار لك، اللاعب السابق ومدير فريق القادسية الأسبق كابتن محسن غانم، بجانبه اللاعب السابق اللي مبارك نقول له هارلك ايضا كابتن فرج لهيب، على اليسار اليوم العرباويه نبارك لهم كابتن اللاعب السابق احمد موسى، وبجانبه زميله اللي اليوم نتشرف فيه ايضا اللاعب العماني المحترف السابق في النادي العربي كابتن طلال خلفان. حياكم الله ويانا، صبحكم الله بالخير، ويا له مرحبا فيكم. مشكور طلال، ادري ان كابتن بدر عبد الجليل مطلع روحكم، لكن يلا ما يخالف، ما يعطي العافيه صراحه، والله مو مقصرين، بس الدوره ثقيله شويه. اي الدوره ثقيله لان انتم ثقال، فلازم تصير الدوره ثقيله يا طلال. ادري الكباتن اللي موجودين اسماء كبيره، اسماء لها ثقلها، فبالتاكيد الكابتن بدر عبد الجليل قاعد يقدر هذه الاسماء ويعطيكم دوره على مستوى عالي، ونشكرك رغم التعب انك لبيت الدعوه، فهذا يعني تقدير منك لنا، نشكرك عليه. اللي حاب يشاركنا اليوم فيما يتعلق بمباراه العرب القادسيه والكويت والنصر، ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. نشكر رعاتنا وداعمينا شركه وينرز العالميه، معقمات هايجين ومياه بيرين، شركه اتش واي سي ام الشركه الاولى في التداول عبر سوق فوركس العالمي، الطياب القمه شكرا لكم، محمصة كازو انمور شكرا لكم، ايضا نظارات كيفان مشكورين، الشكر ايضا لاجواخ الملوك للاقمشه، الشكر لدير اندير، الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفا وزيز في الكويت، الشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه، والشكر لماتادور ديزاين. قبل لا ابدا كالعاده طبعا الامور الاجتماعيه مهمه في البدايه، وايضا بالتاكيد هذا الخبر ايضا لشخص يعز علينا ويعز على الكباتن ما في شك، خصوصا ابو لهيب وابو موسى، ولا قصورا في الاخوان ايضا موجودين. طبعا عزي لاعب النادي العربي السابق الكابتن علي عمر، وايضا شقيقه عقيل عمر، واسرته الكريمه بوفاه عمه، نسال الله تعالى ان يسكن الفقيد فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان، وعظم الله اجرك يا اخوي علي يا كابتن علي عمر، وان شاء الله ايضا مثواه الجنة. قبل لا أبدأ عندنا أيضا بعض الأمور كالعادة، طبعا عندنا أجواخ الملوك والجائزة اللي تقدم كالعادة للفائز معانا في السؤال، على كان في حسابنا في الانستغرام لمن يتوقع نتيجة مباراة القادسية والعربي، إن شاء الله سنعلن عن الفائز خلال الحلقة عشان نشوقكم لمتابعة البرنامج. أيضا اليوم أسعدنا التعاون اللي تم مع الأخوان في النادي التحدي، نادي التحدي للمعاقين، أعلنوا عن إطلاق شعار جديد، الشعار مثل ما أنتم شايفينه أمامكم، وهذا حسابهم في الانستغرام، أعلنوا عن يعني مسابقة بسيطة وجائزة نقدية لمن يتوقع أو يجاوب على الساعة متى تأسس نادي التحدي للمعاقين. الاخوان طبعا خل اشكر الاخ العزيز محمد العتيبي رئيس مجلس الاداره، واخوي هزاع العنزي، واخوي محمد فرمن، وكل الاخوان في مجلس الاداره في نادي التحدي المعاقين، على اول شيء الهديه اللي اهدوها لاخواننا ومحللينا، واعتقد اهم شيء ابو خلفان ولا كسوره الاخوان، الله خير يعني هميات في وقتها، وايضا
اشكرهم على الجائزه اللي قدموها لمتابعينا، وايضا اشكرهم على الشعار ابو موسى، شعار صراحه حلو. نعم. وفي يعني في توضيح لنا في متعلق في المعاقين. المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصه. هذه لك يا ابو موسى. الله يعزك الله يسلمك، هذه دوري حق ابو خلفان. مشكور. يستاهل ابو خلفان، ويمكن الشعار جميل وحتى يحمل اللون الازرق يعني اللي هو مثلا في دولة الكويت او منتخب الكويت. لا صراحة جميل. اي نعم، فاعتقد شعار جميل ومعبر جدا. نعم نعم. ايضا يعني حتى اعضاء مجلس الاداره ابو عبد الله، يعني اليوم الاخوان في نادي التحدي المعاقين رغم يعني خلينا نقول الاعاقه، لكن قاعد يبتكرون افكار جديده، قاعد يعني هذا الشعار ترى توه مطلقينه وكاشفين عنه، فهم عندهم ابداعات مو بس كرياضه، عندهم ابداعات عندهم ابداعات وعندهم فكر وعندهم انجازات على المستوى الرياضي. صحيح. فيستحقون كل ثناء امانه. صحيح. ابو لهيب اتفق ويا ابو عبد الله. نعم عندهم وشين، نشكرهم على المجهود الجبار هذا، وايضا عندهم فكر وعندهم انجازات، والله يعطيهم العافيه ومن هالاعلى ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا جائزه نقديه لمن توقع الاجابه الصحيحه اللي شارك معانا، وخلي ابو موسى يعلن عن الفايز. كل ابو موسى. ايوه يستاهل يستاهل. طلال يعني تفضل. الهاجري عبد العزيز بس الهاجري. يعني احنا حاطين طبعا الاسماء اللي 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 تشارك معانا، النك اللي مشارك في حسابه الهاجري اللي شارك معانا، اتمنى يرسل لنا بالخاص اسمه الثلاثي، حتى ايضا نحط اسمه الثلاثي في الاستقبال ويستلم جائزته مع وجود اثباته. شلون الحين اي هاجري راح يحط؟ لا لا يدز من حسابه. انت مو شاركت بالمسابقه؟ من حسابك؟ اه حسابي مبين. اي حسابي انت شاركت. ليش ما كاتب اسمه يعني كامل؟ والله حساب النك نيم ماله بالحساب الهاجري. ليش راح يشارك عبد العزيز هذا؟ عبد العزيز ما لا لا شوف اذا مخرجنا ما عليه كمر تعرض بس عشان الصوره تكون واضحه للاخوان. طبعا الاسماء اللي موجوده من ضمنهم الهاجري، خل اشوف وين اسمه عشان ابو عبد الله يعرف وين الهاجري. هذا مو انا اعرف عشان الناس تعرف، هذا الهاجري. شفت حسابه؟ ايه هذا يا ابو موسى. كفو. الهاجري ولا مو الهاجري؟ الهاجري. هاجري ولا مو هاجري؟ لا هاجري. لا هاجري. الهاجري. اذا مخرجنا بس المشكله يقول مو واصل عنده. اتمنى يعرض الـ 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 التغريده. مو واصل عندك مخرجنا؟ عموما لان انا عندي بعد ايضا موضوع اخر، موضوع الساعه، واتمنى يعني يوصل الكمبيوتر عند الاخوان اذا مهندسنا وائل بس ما عليك امر. نروح يلا ما عليه، نروح للتقرير، وتقرير خاص مباراه العرب والقادسيه وبعدها سنوات. في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد التنشيطية القادسية واجه العربي وسجل في مرماه هدف مبكر برأس الشاب فيصل الشطي. تراشي الكرة العرضية والرأسية، الله جول! صالح الشيخ كاد أن يعزز من تقدم الأصفر، ليأتي هنا الرد العرباوي على محاولات القادسية، واستمرت المحاولات من الفريقين، هجمة للأصفر وهجمة أخرى للأخضر، حتى سجل روماريو ثاني أهداف القادسية. في مواجهة وتسديدة، الله روماريو في الهدف الثاني. المحترف العرباوي ستيفن جوبي سجل في أول مباراة له مع الفريق مغلصا الفارق لهدف وحيد، لينتهي شوط المباراة الأول بهدفين لهدف.
العربي حاول في شوط المباراة الثاني إدراك التعادل، وكان له ما أراد عندما سجل ستيفن جوبي هدف التعادل. خطأ في استلام الكرة من تراشي، بينية وتسديد، الله، جوبي. لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي ابتسمت للقادسية قبل أن يتراجع الحكم عن قراره ويأمر باستمرار الركلات الترجيحية، وهذه المرة فاز بها العرباوية. ليش ما زجيت بعدد أكثر من لاعبين الشباب؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على اللقاء. أول شيء لازم تعرف ظروف الفريق، يمكن إحنا عندنا 8 لاعبين رايحين مع المنتخبات، عندنا لاعب رايح مع المنتخب العراقي، وعندنا 3 إصابات وعندنا 3 غيابات، عندنا إصابة خالد إبراهيم، عندنا إصابة عيد الرشيد، عندنا إصابة عبد الله حسين، وعندنا ماوي ومحمد خليل ومحمد الربيع عندهم غياب، عندهم ظروف خاصة. هذا واحد. الشيء الثاني، لاعبين تحت 20 قبل 48 ساعة لاعبين 90 دقيقة، وانت شفت المجهود اللي صار يا فيصل الشطي الوحيد اللي شارك. يمكن احنا تمرنا ويانا تمرينين وانا تكلمت وياهم قلت لهم اللي ما يقدر خلي يقول لي، ما العكس ما فيها شيء، احنا بالنهاية هذه بطولة ودية. والله اول شيء ابارك حق جمهور نادي العربي، اقول حق جمهورنا مبروك وهارد لك، وانا لان جمهورنا احتفل ولاعبيننا مشوا، في بعضهم يعني حتى خذ شاور، لكن انا ما ادري يعني شنو القرار اللي صار، وانا اتكلم بكل صراحة انا ما ادري شنو قانونية اللي صار، انا اتكلم بكل صراحة، لكن الحكم استند على شيء واحد، قال انا شفت التليفون من الحكم الرابع، واعتقد هذا ما ادري يعني انا ما ادري يصير ما يصير ما ادري، انا الصراحة ما ادري، ما ابي اتكلم شيء وانا ما اعرف تفاصيله، لكن اللي انا متاكد منه ان الحكم انهى المباراة، واحنا دشينا غرف الملابس. انا بالنهاية بالنسبة لي هذه المباراة ودية والبطولة كلها ودية، يعني احنا نقول لو صايرة بكاس الامير كاس ولي عهد شنو راح يصير، شنو الترتيبات اللي راح تصير. تركي اليوم ما شاء الله تبارك الله لاعب تحت 20 مواليد 2003، اليوم ضد القادسية وحققته وفوز مهم، شنو تعني لك المباراة هذه؟ والله الحمد لله انجاز الاثر اللي سويته، ان اول مرة اصعد رجولة والعب الجيمين الشوطين كاملين، والله الحمد توفقنا والقادم افضل باذن الله. الحكم يعني حط بباله ان الكرة برا، ف يعني رحنا قلنا الكرة داخل، تأكد، احنا ما نبي منك شيء، اوكي تأكد، عقب ما تتأكد اخذ قرارك، انت صاحب القرار. فعلا يوم تشاور ويا هم الحكام ويا مراقب المباراة، يا اخي ناس من القادسية قاعد يقولون الكرة داشة، هي ما في خلاف انها داشة الكل يتفق، لكن يقولك ان الحكم انهى المباراة، شلون يرد؟ ما مدام الحكم ما زال موجود بالملعب يقدر يغير قرار. انا حين اعطيك مثلا كرت، ما اتي تقول هذا الكرت لا استخدم الكرت الثاني، بس انهى المباراة، انت حكم سابق ابو عبد الله، ما صفر الحكم، انا المباراة ما صفر. شلون القادسية راح غرفته؟ وهم طلعوا القادسية طلعوا راحوا الغرفة، مدام ان الحكم ما زال بالملعب يقدر يعدل قراره، ما عنده مشكلة. علي رضا شاب حارس مرمى العربي مع شطي لاعب نادي القادسية، ومقول عليك شو مقعدك وياه؟ اخوي الغالي فيصل، عشرة عمر وياك. الله ايوه. عطى الميكروفون خليه يقول رايه بالمباراة. الحمد لله كان خوش مباراة، اول مباراة لي قدمت مستوى، وكان بطولة ودية نستفيد منها، وصعدتي مع القادسية هذه مع فريق اول شيء وايد زين. يقول فرحان بعزك يا كويت، حبك بين دلوعي خليت، بطول العمر لابو فيصل دقيت، يا اميرا بالحكمة تحليت، اجمل من شعبك مالك درة الخليج، احلى ما رأيت من سبايا فيك شبيت، ايام دراستي فيك قضيت، صفحات من عمري طويت، عن حبك انا ما تخليت، مهما من عمري اعطيت ما زل بحقك وفيت، يحفظك الباري رب البيت، وتعيش دوما بامان الكويت وسلامتك. صح لسانك، هذه انت كاتبها ها؟ انا الكاتب، انا 2010 وكاتب رسائل الشيخ جابر والشيخ سعد الله يرحمه. يعطيك العافيه. انا لانه ده انا يعني لو قلنا مجلدات عن الكويت ما نكفي، ما في حق. العربي يصعد لمواجهه النصر في نهائي كاس الاتحاد، والقادسية سيواجه الكويت على المركز الثالث.
صباحكم الله بالخير. نبارك العربي بالتأكيد مجلس إدارة جهاز فني إداري جماهير ولاعبين نقول هارلك للقادسية. لكن بالبداية ما راح نتحدث فنيا ما في شك لأن الموضوع الأهم هو موضوع الحدث اللي حصل تحكيميا. في خبر ناشرين الأخوان في جريدة القبس قبل تقريبا نص ساعة من الآن يعني أقرأ لكم إياه. يقول الخبر طبعا حسب رأي الأخوان في جريدة القبس مو رأينا. يقول بعد الفضيحة التحكيمية مصدر في اتحاد الكرة للقبس الاتحاد استبعد الفار ترشيدا للإنفاق واجتماع طارئ غدا لبحث أحداث مباراة القادسية والعربي واحتمال إعادة المباراة وارد. توقع في إعادة المباراة؟ والله ما أدري أنا ما عندي علم بالقانون. يعني تسأل برا يقول لك دام الحكم موجود بالملعب لا القرار إنه يتخذ القرار. بس إذا هو صفر واللاعبين مشوا واللي خذ على شاور على قولتهم واللي راح بسيارته يعني ما أدري شلون الطريقة هذه ترد وتكمل. هذه أول مرة تصير مثل ما أنت قلت عندنا وهذه غريبة يعني جدا. أنا بعرف أنتوا عايزانين لعبتين يعني هذه بطولة تبع الاتحاد أوكي تنشيطية وهذه ليش إحنا قبل كنا نقول كل بطولة خلصها على أساس لا تصير مشاكل. هذه بطولة صار لها 3 أشهر 4 أشهر توك الحين جاي يتكملها لعبتين يعني ما يدخلون نفسهم في أمور ومشاكل اللي حصل هذا ما يصير. يعني هذا يصير بالشارع بصراحة يكون اللي ما في فار يصفر الحكم وبعدين تعالوا ردوا يبقى في جمهور. انت يعني انت مشكلتك وين الكبيره اليوم؟ صديق ان القادسيه وعربي قادسيه وعربي لو يلعبون تيل راح يجي جمهور. صحيح جمهور جاي ومتحمس و... طيب انت تقول مباراه وديه وعاديه ما يصير قبل 4 ساعات هذا يعكس لك واقع سوء المنشآت والتحكيم اللي احنا نتكلم عنه. طيب باخذ راي الاخوان بشكل سريع لان عندي اخوي حميد احمد محلل التحكيمي والخبير التحكيمي يعطينا رأيه القانوني. ولهيب رأيك في اللي حصل؟ اللي حصل بسعود والله شيء يفشل الأمانة. يمكن حتى من أيام نقول أيامنا أو حتى قبلنا ما شفنا حالات نفس هذه. مو معقولة يعني أنت حكمين يعني مو قادرين أن يشوفونها دشت هدف ولا مو هدف بعيد عن فار. ما نبي الفار خلي الفار زي الكرة واضحة يعني دخلتوا الحين أنا وجهة نظري القاسية انظلم أنا أعتبره انظلم صفر حكم مباراة وانهيت المباراة. في قانون يقول لك والله ما انهى اذا ما انهى المباراه لكن اذا انهى المباراه انظلم القادسيه فيه. منو اقرب لاعب اذا ما صفر منو اقرب واحد حق البلنتي الرايه لا لا الخله الحكم والرايه ما شفتوا شغله اوكي انت ما ثبت ما شفت الشبك شلون اهتز شلون طالع برا والشبك اهتز. طيب ابو موسى بشكل سريع لان ابو بدر على اول يعني هو فرق يقول القادسيه انظلم لا في حال في احمد بس انظلم لان امانه اذا في انها بس مبارك. ايضا العربي لو في حال ان انت انهيت المباراه ايضا العربي انظلم جول واضح والشبك تحرك انت يعني يا جماعه ما يصير لاعب شايته بريال اليمين والشبك يتحرك ما يصير الا اذا في عفريت داخل الملعب شيء ثاني فواضحه يعني من غير ما انت الحين تحدد. فاحنا اليوم شوف النقطه الصراحه الايجابيه الحين خلي الاحداث رده فعل الكابتن ناصر الشطي هذه صراحه يعني امانه الواحد يرفع له القبعه يعني شوف كلامه يعني لو مدرب ثاني او شخص ثاني بيطلع وبيأجج وبيقول لك وكذا بس قال لك انا ما اعلم بالقانون وكلامه عقلاني امانه. لكن اليوم نرجع حق يعني انا فكره حتى بعد المباراه راح يسلم على الحكام اي يعني طب بالعكس هذا يبين لك روح الثقافه والروح الرياضيه اللي عند كابتن ناصر الشطي. يعني ابو عبد الله يقول عن البطوله يعني هي البطوله ابو عبد الله لازم تلعب كذي لان انت اليوم من المنتخب مشارك خارجيا فانت لازم تلعب بتوقف الدوري. طيب البطوله هذه دائما احنا نطالب فيها تكون بدايه الموسم طالبنا فيها على اساس ان اذا بس يخلونا عبد الله يخلونا عندك لاعبين تخيل هذه المباراه قادسية العربي دوري وهم الحين 26 قاعد يطالبون فيها مشاركه المنتخب. عبد الله لو انت ما العب البدايه انت قاعد انت ما عندك بطوله خليكم تنظيم طلال عشان عندي مبادر على الهواء ناطر. انا اقول اللي عمل المشكله هو قرار الحكم يعني كان يفترض انه يتريث ومن بعدها اذا كان على حسب اللي وصلني انه راح يشوف التليفون يشيك على التليفون هذه بعد مصيبه كبيره يعني شيء اكبر من انه انت تتخذ القرار نفس هذا يعني طبعا كنت شايف هذا شلون يرجع اي بس انا قصدي شنو اتخاذ القرار كان الحكم يفترض انه يتريث من بعدها ما يصفر ومن بعدها يتخذ القرار. طيب
محللنا التحكيمي وخبيرنا التحكيمي حميد احمد وبدر، صبحك الله بالخير. بداية رأيك الشخصي والرأي القانوني حول ما حصل. أول شيء أصبح عليك وعلى الأخوان الموجودين معك وكل من باسمه. حياك الله. طبعاً إذا نتكلم على الهدف، هدف شرعي لا غبار عليه. الكرة يعني دشت المرمى، لكن يعني أنا تحليلي أنه قد يكون الشبك يمكن ماك مو مشقوق، يمكن كانت فتحة وسيعة والكرة من قوتها طلعت خارج الشبك، هدف شرعي لا غبار عليه. لكن إذا تبي تسألني على الإجراءات القانونية، نعم إجراءات كانت قانونية. الحكم مثل ما شاهدنا أعلن عن نهاية المباراة، لكن دام الحكم موجود داخل الملعب من حقه أن يرجع في قراره ويستأنف المباراة كما انتهت. أعتقد أنا أن في أحد من الطاقم ومن حق أيضا أفراد الطاقم أن يأخذ قرار الصحيح. اللي حصل أن أحد أفراد الطاقم من بعد ما اجتمع الحكام أن قال طبعا أو شارع الحكم الهدف صحيح، وبالتالي الحكم استأنف المباراة بما انتهت عليه اللي هي استكمال ركلات الترجيحية. يعني إجراءات قانونية لا غبار عليها. زين مبادر مساك صباحك الله بالخير. صباح النور. مبادر أنت قلت في حال وجود الحكم داخل الملعب يعتبر أنه يقدر أنه يعيد المباراة. زين إذا اللاعبين مشوا وراحوا والحكم تم في الملعب شلون؟ لا إحنا نتكلم على وأنهى المباراة، أنهى المباراة صفر وتم بالملعب. أخفرج لا تحطي فرضيات، أنا أتكلم على الحالة اليوم. لأن اللاعبين كانوا بيمشون. عفوا بس خلصني منك عفوا. دام هناك في لاعبين داخل الملعب هناك ممكن الحكم يستدعيهم ويكمل المباراة حيث ما انتهت. اللاعبين كانوا موجودين داخل الملعب. الحكم استدعاهم وتم إجراء القانون. زين ابو بدر الحين الحكم ما حسبها هدف صحيح؟ صحيح نعم. لما رجع وين منو شلون شاف ان هذه هدف؟ تاكد 100% انه هدف ولا مو هدف؟ اول شيء لان سمعنا انه شافها بالتليفون. اول شيء اصبح عليك. حياك الله. لا انا ما ادري الان شنو شافها، بس انا اقول لك الاجراء كان سليم. الطاقم أربعة يمكن واحد فيهم يمكن هو شاف الهدف شرعي سليم وشار على الحكم والحكم أخذ قراره. من حق الحكم أن يأخذ قرار أحد زملائه. هذا اللي حصل. لكن التليفون أنا ما أعرف، أنا أعطيك إجراء قانون. ده إحنا أنا متفق وياك إنه قانونيا خلاص دام إنه قانون، بس هو وين شاف تأكد إنه هدف ولا لا؟ يصير عن طريق التليفون؟ لا قاعد يقول لك انه واحد من الحكام الطاقم قال يعني واحد يبلغ يقول له هدف خلاص يحتسب. قال صح بالضبط، قال قرار سيء او احد الطاقم اللي معاه يقول له. زين ابو بدر رايك بخبر الاخوان في جريده القبس ان احتمال اعاده المباراه، هل هذا قانوني؟ لا المباراه ما توعد. العزيز احنا شوف المباراة في كأس أمم أفريقيا حكم مرتين على المباراة عدل، بالتالي قام مرتين يستمر المباراة على أساس المباراة تعاد. قام الحكم موجود بالملعب، قام هناك اللاعبين موجودين بالملعب على أساس مباراة تعاد. اللاعبين ما قدروا راحوا بدوسهم. طيب يعني أنت ترى كل الأمور اللي حصلت اليوم قانونية، أمر طبيعي. صحيح نعم قانونية. صحيح نعم. زين لو مثلا تم، بس ما هذا أمر صعب، يعني لو تم الإثبات بأن عودتها أو إعادتها لركلة ركلات الترجيح بعد ما شافها في التلفزيون أو بالتليفون، هل هذا يعتبر قانوني؟ لو فرضا قال والله أنا صح رجعت حق التليفون أو التلفزيون وشفت التلفزيون إن الكرة جول. لا تلفون ما يؤخذ فيه. إذا كان هناك احنا ليش طالب في تقنية البار
من المباريات هذه، أنا إخوان تكلموا قالوا ليش يعني تحت شو خسران إذا حط الفار اليوم؟ يعني اليوم شو إحنا تحت في مشكلة قاعدة موجود الفار، لو كان الفار موجود اليوم ما وقعنا في هذه المشكلة. طيب عموما يعني بالقانون، حسب القانون هل يحق للحكم العودة للتليفون أو التلفزيون ولا ما يحق له قانونيا؟ التليفون لا، والتلفزيون لا. اذا كان موجود في الفي ار موجود. لا لا مو الفي ار، يعني ايامك انت مثلا انت بترجع حق لما كنت حكم يصير ترجع حق التلفزيون، التلفزيون المعلق مثلا ممكن. ممكن صحيح. ارجع ايش ما ارجع مستحيل. طيب عموما شكرا لك كابتننا حميد احمد محلنا التحكيمي اللي اعلن شرعيه القرارات اللي اتخذها الحكم اليوم. بعد ما تكلمنا عن الامور التحكيميه خلينا نروح فنيا، بس قبل فنيا في نقطتين على موضوع الفار عشان نعم. نوضح للمشاهدين ليش المباراة ما كان فيها فار، لان هذه المباراة مو ضمن العقد شركة الفار. الفار الشركة اللي متعاقدين معها الاتحاد الكويتي هي العقد نص على الدوري وكاس الامير وكاس ولي العهد، فبالتالي هذه المباراة مو ضمن العقد عشان كذي ما وجد فار. يعني الاتحاد ترى يعني وده الاتحاد كل مباراة تكون فيها فار، عرفت، بما فيهم دوري الدرجة الاولى، لكن اليوم هو ملتزم مع عقد ويفترض انه يمد هالعقد هذا انت تعدل عليه وتدخل كل البطولات، لكن هذه البطوله يا ابو عبد الله مو موجوده ضمن العقد ان هذه يكون فيها فار. عشان كذي على الاقل على الاقل موسى الادوار النهائيه مفروف. يعني هذه منقوله وفي جمهور تفضل. بس اشوف انا اقول لك بالنسبه للقرار، قرار الحكم اتخذ قرار سيء. اول شيء انا اتحدى اي حكم الحين يثبت لي بان من حقه انه يرجع للتليفون اذا في بند موجود يتفضل ويطلع عليه، انا اتحدى في هالموضوع. لكن الهدف صحيح 100%، هدف العربي صحيح 100%، لكن يقول انا ما رجعت التليفون حسب كلامه. انا اقول لك رحت حق زملاء الحكام هم اللي قالوا لي زملاء الحكام شلون هم اقرفوا ما اقرف الحكم موجود على الخط صح ولا لا؟ الحكم الموجود على الخط من حقه هو الوحيد اللي ممكن يلغي الهدف او انه يمشي. حتى الحكم الرابع ممكن يقدر لا اللي قريب، انا اتكلم عن اللي قريب اللي في اللاين في الخط، بس ممكن حتى اللاين يكون شايفها دام الواقف. لا انا قصدي في النهايه يعني على حسب اللي وصلني ان الحكم الرابع اتخذ قرار بناء على التليفون. هذا مش 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 لا هذا مو هذا قرار. لا انا اقول لك بناء على المصادر حسب اللي وصل المعلومه. هذا 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 القرار قرار خاطئ. تدري ايش اللي يدلل على كلامك؟ كهدف العربي الهدف صحيح. تدري شنو يدلل على كلامك؟ انا بالبدايه شنو قلت لك؟ منو اقرب كان للبلنتي؟ الحكام الاثنين المساعد طبعا. زين شلون اللي برا شايفينه يعني اقرب اللي برا شافه بالتليفون؟ ممكن انت ممكن عبد الله ممكن الحكم اللي واقف نص الملعب لايمن الثاني اللي يكون واقف عند عند اللاعبين ممكن تكون واضح بالنسبه له انه يصير هو ورا الكره، فممكن حتى هذا يكون له دور في 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 قرار حكم. لا لا في حكم، في حكم واقف إيه؟ لان هذا الحكم اللي واقف في حكم دائما هذا عينه على الحارس عشان يشوفه تقدم على الخط فما يثبت على اوكي الكرة. هذا منو اللي بعيد بيشوفه من الحكام بيشوفه الجول. كان يفترض التريث في مثل هالقرار اذا كان يبي يشوف التلفزيون يبي يشوف تليفون كيف هذا عمل اللي يسويه هو في ذيك اللحظه، لكن كان يفترض انه ما يصفر لانهاء المباراه. يعني احنا لو مثلا فرضيه كابتن فرج لو صارت يعني تاخر الحكم راحوا اللاعبين شنو بيصير في هالوضع؟ ما هذه المشكله اللي صنع الحدث الحين الحكم العربي من حقه انه يرجع للمباراه لان الهدف صحيح 100%، وايضا القادسيه من حقه انه يتظلم لان من تسبب في هالموضوع؟ تسبب في هالموضوع الحكم. طيب هذه المشكله. يعني خلينا نروح فنيا وابدا مع الطرف الفايز طبعا بموسى قلت لك العربي هل استحق الفوز؟ والله شوف بسم الله طبعا بالبدايه نبارك لجمهور النادي العربي، نبارك لهم مو الفوز، نبارك لهم الفريق الواعد هذا واللاعبين الصراحه اللي اليوم يعني جدا رائعين. اليوم انت مو شيء عادي انك انت تكون خسران امام فريق كبير مثل القادسيه وتعود للمباراه، هذا يعني يعني اليوم هذا بحد ذاته يحسب للاولاد، اولاد صغار ما شاء الله تبارك الرحمن كل واحد افضل من الثاني، كلهم ادوا لعبوا. يعني احنا الشوط الثاني لغايه جول هدف التعادل كان العربي مستحوذ على الملعب كله وهو اللي عامل البريسنج يعني وضاغط في منطقه القادسيه، فصراحه يعني اليوم فاجئونا العربي في هذا احنا نقول الصف الثاني او الصف الثالث. يعني العربي امانه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن يملك وفره من اللاعبين الجيدين اللي احنا اليوم شاهدناهم. يعني دائما احنا في الفتره الماضيه دائما نسمع العربي عنده، العربي عنده في المراحل السنيه يمكن الناس القريبه وانا منهم القريبين عن النادي ممكن ندري، لكن الجمهور اللي بعيد ما يدري ان العربي هل فعلا عنده صف ثاني او لا. لكن اليوم اثبت العربي
انه فعلا عنده صف ثاني، صف ثاني جيد، مو بس صف ثاني بالكلام، لا فعلا صف ثاني قادر، والاولاد قادرين انه يلعبون وقادرين انه يمثلون الفريق الاول. واليوم شفنا هذا التمثيل امانه، يمكن احنا بعيد بغض النظر عن الاحداث اللي حصلت، لكن اليوم فريق صراحه ما شاء الله تبارك الرحمن كل الاولاد كانوا مميزين، لعبوا بروح وبقتال واصرار. يمكن لو بهالسن وبهالعمر تكون مغلوبه امام القادسيه وامام هالجمهور يمكن تطلع من جو المباراه، لكن بالعكس نزلوا الشوط الثاني واثبتوا ان شاء الله، يعني وان شاء الله المستقبل امامهم يثبتون انهم افضل من هالمستوى بعد باذن الله. طلال بما انك عرباوي يعني ناخذ رايك بالتاكيد قبل ان ننتقل للخسران كابتن محسن، رايك في العربي هالموسم بشكل عام، يعني بغض النظر عن المباراه اسالك عن العربي هالموسم بشكل عام. والله انا بتكلم لك عن العربي من 3 سنوات بكل امانه، في عمل اداري وفكر اداري موجود في هالفريق، صناعه فريق جديد باسماء جديده، نجوميه لاعبين. اليوم تقدر تقول ان العربي راح يكون منافس لمده 5 إلى 6 سنوات قدام. ايضا العمل في المراحل السنيه، اليوم تتكلم عن الناشئين شباب الفريق الرديف، يعني عندك يعني وفره لاعبين مثل ما قال كابتن احمد، في وفره لاعبين. اليوم لما تصعد اي لاعب الحين من لعيبه نادي العربي الفريق الاول راح تحصل لاعب كواليتي جاهز. نعم. معناته هذا عمل مش اليوم، احنا اذا تكلمنا عن اليوم فمعناته هذا عمل من بدت اداره النادي هذه موجوده على راس عملها، والعمل مستمر رغم الضغوط ورغم الظروف اللي قاعده تصير في النادي العربي. لكن بكل امانه انا احيي اداره النادي العربي طبعا، واهنيهم على الفوز اليوم، واهنيهم على المستوى اللي قاعد يقدمه هذا الفريق الصغير. اليوم تتكلم عن لاعبين صف ثالث، يعني اللاعب اللي طلع اليوم تركي انا اول مره اشوفه صراحه بكل امانه، يعني نشتي وتركي في لاعبين تتكلم عن صف ثالث، يعني يمكن ما راح يلعبون يمكن بالدوري، لكن نعم. مثل هالبطولات هذه تطلع لك لاعبين وتجهزك لاعبين للمواسم القادمه ان شاء الله. نعم. فانا اهنيهم واهني ايضا جماهير نادي العربي بالفوز اليوم المستحق بكل امانه، ان انت ترجع للمباراه هذه شخصيه بطل. قبل ما اروح ابو عبد الله بس حاب اشكر اخوي يعني ابو عبد الله علي منداني صراحه، واقول له جود لك، يعني وهذا احنا اللي كنا محتاجينه من سنوات، الاداري اللي يكون عنده قرار، والاداري اللي يكون صاحب قرار وصاحب شخصيه داخل الملعب. فاليوم يعني بعد الله سبحانه وتعالى طبعا، وهذا احنا ولا قصورا كل الموجودين، لكن اليوم وجود عبد الله يمكن لو اداري ثاني بعد الحدث اللي صار يمكن يهد الحكم ويمشي وياخذ لاعبينه ويطلع، لكن الوجود بعبد الله واصراره على ان الحكم يرد يشوف اللقطه اكثر من مره وكان وجوده كان جدا فعال. فيعني ابو عبد الله علي مندني له الشكر امانه، لبصمة وله بصمه في تغيير واعاده المباراه واعاده حتى ضربات الجزاء، بصمه حتى في شخصيه الفريق. نعم طبعا يعني هذه صراحه لابد ان نشكر علي مندني ابو عبد الله امانه بكل الادوار اللي قاعد يقوم فيها، مو بس بالمباراه، في من بدايه الموسم بدايه تولي وهو طبعا واحمد النجار وحائري وكل الاخوان. هذا لما تحط الرجل المناسب في المكان المناسب طبعا. لما تتكلم عن كابتن علي مندني يعني لاعب سابق ولاعب كبير وحكم وايضا احمد النجار ايضا صحيح. كان لاعب سابق، اذا انت حطيت الناس اللي هم يعني اصحاب اختصاص. نعم صاحب الاختصاص دائما يبدع. طيب وعبد الله هناك من حمل المدرب خسارة القادسية اليوم، ويمكن منهم أخونا العزيز أحمد الفضلي أيضا أبو حمد زميلنا الإعلامي. نعم. وكثير من الأخوان قالوا أن الفريق متقدم هدفين ومفترض أنه يسجل أكثر أو أنه يحافظ على الأقل على الهدفين، لكن الفريق ما قدر يحافظ على الهدفين وخسر المباراة بالنهاية. رأيك فعلا أن مدرب القادسية يتحمل يتحمل؟ نعم انا اتفق معهم، بس عندي ابي اضافه حق الاخوان انه لما نتكلم احنا نقول الاداري لما يكون لاعب ولما يكون يعني لما تيجي حق علي مندني والاشاده اللي فيه، علي مندني كلاعب وكحكم يمكن اليوم اكثر كحكم في اللقطه هذه اللي حصلت انه فاهم وعارف بالقانون، ولذلك هذا يعني العربي محظوظ فيه امانه، عند يعني عنده من الجهتين هو فاهم شغل التحكيم وفاهم الشغل الفني فني وغاني كلاعب. اي نعم. بالنسبه حق الاخوان انا اتفق مع ابو حمد والجمهور ان التغييرات اللي حدثت في الشوط الثاني ضعفت من القادسيه كثير، يعني هي مباراه وديه خلينا نقول تجريبيه. انا يحسب على بارك للعربي اولا، لان العربي لما تيجي حق التشكيله مالته وتشوف تشكيله القادسيه راح تلقى القادسية فيصل الشطي بس اللي قا
قلب دفاع. الباجي محترفين موجودين، صالح الشيخ موجود، وادي موجود، الكل موجود. حتى خالد ناصر، حتى ناصر كابتن ناصر قال عندي غيابات وايد. انا قاعد اقول لك لما تجي حق التشكيلتين خليك من الغيابات، انا يطالع المباراة. حتى العربي عنده غيابات. العربي منو لعب؟ العربي لعب حمدان وجمعة وشمالي بالنص، ولعب قدام المحترفين هذا اللي بيجربه جوبي ويا الشعلة. الست لاعبين، اتكلم عن اللاعبين الصغار، ست لاعبين صغار لعبوا، لذلك القادسية تفوق في اول نص ساعة بهدفين، وما كانت في خطورة من العربي. حتى الشوط الثاني ما كانت في خطورة، يعني العربي يعني هذه الامكانيات الموجودة قياسا باللي قاعد يقابلهم تشكيلة القادسية كانت اقوى. نعم صراحة اقول لك، يعني حتى خالد الرشيدي رجع بعد عودة، ويمكن الشوط الثاني استبدل، لكن لما تيجي الشوط الثاني العربي ما كان خطر. إذن طالما أقوى باحترافك كابتن محسن. نعم نعم، أنا أقول كتشكيلة. إذن كيف تحمل المدرب الحين نتيجة الخسارة؟ هذا أول شيء. دا يتحمل نتيجة الخسارة، يتحمل التغييرات اللي حصلت. لا غيابات كثيرة عنده، كانت غيابات كثيرة. والأخطاء الفردية اللي حصلت من الدفاع. شنو الأخطاء الفردية؟ شنو الأخطاء اللي كانت موجودة مع المدرب؟ الخطأ الفردي، تغييرات. لما أنت تكون غالب 2-1 تحافظ على النتيجة. مو تغير قاعد تبدل انت نزلت اكثر من لاعب صغير يا اخي. لا ما لعبت اماكنهم وين؟ انا تكلمني عن اماكنهم. انت لما انت ما تعرف وضع المدرب شنو. انت لما تتكلم عن محافظه على النتيجه معناته ما قدر يحافظ، معناته انه لاعب مهاجم على سبيل المثال. لا لا لا, لا لا انا اقول لك كبدايه، لو انا يعني انت عندك بدله، هو لعيبه وسط. اذا هو يبي الوسط، انت عندك لاعبين بدله، انت استبدلت العربي يمكن بدل مش اثنين باسم كابتن، مش باسم اللاعب. انا ما اكلمك بس بمركز اللاعب، انت قاعد تكلم فني. ايه؟ انت قاعد تكلم فني. انا ما اكلمك فني، اكلمك مباراه وديه بجرب لاعبين. العربي لعب ست لاعبين صغار غير اللي بدلهم. لا بس انت انا ما اكلمك ناحيه فنيه، كلمت فني. انت تقول تغييرات. لا 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 عبد الله غزه، ابدي بالصغار وبعدين اذا انت ابدي بالصغار ودخل بعدين استبدل بعدين جرب. دام ان مباراه محصور على الصغار، لا لا ممكن في لاعبين احتياط مو قاعد يشاركون، فبشركهم مو قاعد يقوم بالدوري ولا الكاس. بشرك هني شلون انت عندك انا القائمة كم عندي؟ عندي لاعبين مثال صالح الشيخ. انا فاهمك والله. انا ليش ضربتك مثال بالعربي؟ لاعب ستة صغار. انا اللاعبين هذول سويسري مو ضروري ابو عبد الله، والله مو ضروري. لا لان عندي لاعبين. انت الحين الجمهور قاعد يطالب لاعبين. لا مو يطالب كابتن. انا ليش العب الباك الشمال مثلا؟ لاعب كراتشي ليش العب؟ ما عنده باك. لا عنده باك واحد يا جماعه. لا انت خلوني اتكلم، خليني اخلص. بس دقيقه انا بخلص بعدين. بعطيك والله بعطيك دقيقه. فنيا انا اشوف الكابتن ناصر الشطي ادار المباراه بشكل جدا ممتاز. انا ما اختلفت وياك فنيا، انت ما فهمتني. انت دخلت على الفني كونك مدرب، انا اتكلم مباراه وديه. حلو. العربي قاعد اتكلم يعني واضح، العربي جرب اللاعبين الصغار اللي عنده، عرفت؟ حلو. وجرب المحترف الجديد اللي جاله، يعني هذه سبع لاعبين. لما تيجي حق القادسيه، لا القادسيه لاعب بس فيصل الشطي اللي من المراحل الشباب. انا هذا اللي اقصده. يعني قصدك تبي يشرك الصغار. اي طبعا، انت لا تنظر للنتيجه، هذه فرصه. ومع العربي، والعربي يعني ملعب ستة صغار من الشباب. هذه النقطة اللي أنا اختلف فيها. الشوط الثاني صارت تغييرات، يعني مفروض العكس تصير. طيب ولهيب، أنا بس أشوف، أنا يمكن أخالف أبو عبد الله شوية، إن مو لازم إن ألعب لاعبين صغار، مو 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 شيء محصور. يعني أنا كمدرب مو لازم عندي هاي مباراة وديم، مو لازم متلعب. خلنا نقول زين، أنا عندي لاعبين أنا أنت لو تتابع الجمهور وين اللاعبين، وين الصف الثاني. أبو عبد الله أنت بتلومه عشان ما لعب صغار؟ لا لا، انا هذول اشركتهم بالشوط. زين انا عندي لاعبين، عندي لاعبين موجودين. لا لا مو بشاركهم بالدوري، فبلعبهم. انا شنو اختلف؟ احتاج لهم بالدوري. انا لو مكانه ما لعب الا المحترفين. ماشي ماشي. أنا مكانه. اول شيء مبارك حق نادي العربي. ما بيزد على كلام احمد موسى وكابتن طلال على مجلس الاداره وعلى الجهاز الاداري اللي قاعد يشتغلون الامانه مع الفريق، والدور والرغبه موجوده. انا اقول مبروك، مو عشان المباراه، مبروك على نوعيه اللاعبين اللي شفناهم، اللاعبين الصغار. لما انت تقابل نادي القادسيه والديربي متعارف عليه وعندك لاعبين صغار وتكون خسران فرق هدفين وترجع للمباراه، انا هني اقول انا قلت لك الرغبه موجوده عند اللاعبين، الحافز. يمكن لو خسرانين من ضربه الجزاء هذه اللي صارت، انا اتوقع ان اللاعبين الصغار راح يكون محبطين، لكن الفوز شوي اعطاهم دافع كبير. نادي القادسيه انا اقول بسعود يمكن المباراه قدم اداء جيد، اضاع فرص كثيره،
العربي ممكن القادسيه ممكن يطلع ترى باثنين وثلاثه واربع، وشفنا تو احنا بال احمد الرياحي ضيع هجمه، المحترف ضيع روماريو، فكان بامكانه يسجل ثلاثه واربع، لكن العربي قلت لك على اللاعبين الصغار اللي شفتهم نوعيه ممتازه راح يعطونك لسنوات قدام. وانا عارف الامانه المراحل السنيه عند النادي العربي كوني كنت ادرب بالاكاديميات وايضا اقابل المراحل السنيه، فانا عندي خبر ان العربي الناشئين وشباب من الفرق التوب وعندهم نوعيه جيده وجوده جيده، فعشان كذا اقول العربي مو غريبه عليه لما اشوف اللاعبين الصغار يبدعون في هذه المباراه، وانا اقول قدك العربي وهذاك الغارسيه. بعد الفاصل ان شاء الله بناخذ بعض الاتصالات الهاتفيه، الاخوان يقولون اتصالات كثيره حول هالمباراه واحداثها، لكن قبل الفاصل انا نمل علمي فيما يتعلق في موضوع استقالات اعضاء الاتحاد الكويتي لكره القدم. حسب ما نمل علمي ان حتى الان يعني الاتحاد ما اصدر قراره في استقاله احد اعضاء اتحاد الكره، علما بان هذا العضو ما قاعد يحضر اجتماعات الاتحاد ولا قاعد يعني يمارس مهامه ولا صلاحياته. فالسؤال لاخوي احمد الشيخ احمد اليوسف واخوي احمد عقلب وعثمان واخوي صلاح الجناعي كونهم رئيس نائب رئيس وامين السر، هذا الامر قانوني؟ يعني اذا كان الامر قانوني ليش وافقتوا على استقاله البقيه مثل ما يعني رفضتوا قبول استقاله هذا العضو وخليتوه مع الاعضاء اللي استقالوا وقبلتوا استقالتهم؟ اذا كان الامر غير قانوني ليش ما تعلنون استقالته وتوافقون على استقالته وتطلبون ايضا اجتماع ل يعني انتخاب اعضاء جدد او عضو تكميلي؟ هذا الامر يعني مطروح للنقاش عند الاخوان في الاتحاد الكويتي لكره القدم ومدى قانونيه هذا الامر، واتمنى من الاخ العزيز العضو المستقيل انه يوضح يعني هل هو مستقيل فعلا او انه عضو في الاتحاد عشان تكون الصوره واضحه. تقول اسمه يعني ولا لا؟ ما اول حرف نميل علي. اول حرف نميل علي. اروح لفاصل. صباحكم الله بالخير. قبل اخذ الاتصالات الهاتفيه انا دائما يعني اشكر من يعني يساهم في دعم البرنامج، يساهم في تكريم البرنامج، يساهم في تقدير اسره البرنامج مثل ما نشوف رعاتنا وداعمينا. التكريم اللي حصلت عليه الحقيقه اليوم من الاخ العزيز ورجل الاعمال فهد ابو قماز. هذا الرجل يعني دائما الشخصيات الكويتيه والكويتيين دائما لهم يعني ابداعات ويعني تفكير دائما رائع. الاخ فهد ابو قماز صاحب ماركه ساعات اسمها بشقرف. هذه الماركه ان شاء الله مخرجنا راح يحط حسابهم في انستغرام، حسابهم ايضا او موقعهم في الشبكه او على الشبكه العنكبوتيه. هذه وطبعا حسابه في انستغرام. هذه الساعه اللي تشوفونها امامكم يعني من الساعات الراقيه صراحه، وهذه يعني ماركه بدات تاخذ مكانها ما بين الماركات العالميه. اشكر اخوي فهد ابو قماز على هذا الاهداء الجميل، واهداني اليوم يعني اللون الاخضر، ساعه باللون الاخضر. أمانة الهدية كانت قبل مباراة العرب القادسية لأن كان العربي فايز في كأس سمو العهد، فتقديرا للعرباوية أعلن عن هذه الساعة بهذا اللون اللي تشوفونه أمامكم، وأيضا هي موجودة يمكن عندي حاليا. وأنا أشكر أخوي فهد أبو قماز، هذه الساعة موجودة بعد ما شفتوها في الفيديو. ساعة ماركة بشقرف أرجع وأكرر، أنا يمكن اخوي فهد ابو قماز عاده يمكن تشوفوني في البرنامج ما البس ساعه، لكن اليوم تقديرا لاخوي فهد ابو قماز وتكريما لي انا راح اقدر اخوي فهد ايضا واكرمه والبس الساعه ايضا خلال برنامج الديربي. شكرا لك يا اخوي فهد. مقلوبه ايش رايك؟ مقلوبه ترى منك حتى اللون الاخضر. اللون الاخضر صدق والله نور وجهك. لون يبلك ساعه صفراء كذي. البس طبعا. تلبسها؟ طبعا. اخذ بعض الاتصالات، ابدا مع الاخت ام سالم. صباح الخير. الخير شلونك؟ يا حياك الله.
ممكن اتداخل شويه؟ تفضلي. طبعا ابارك للنادي العربي فوز الفوز الحلو اليوم على نادي القادسيه. نعم. وابي اتكلم مع الاخ فرج لهيب. تفضلي. ممكن؟ تفضلي. هلا اختي، هلا اختي مسالم. شلونك اخوي فرج؟ سلمك يخليك طول عمرك. انت ايش فيك مع العربي؟ والله ما في شيء. ما في شيء والله. لا 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 اسمعني فرج. ترى احنا نحب الكويت ترى ها؟ بس هذا اهم شيء. احنا نحترم خالد الغانم ونحترم مرزوق الغانم قبل نادي الكويت. ولكن لما تقول ان القادسية انظلم هذا مو من حقك تقوله. لا انا قلت في العربي في حالة في حالة مسالم في حالة بس. لا لا لكن هدف سليم. انا بكلمه ابي هو يرد علي. انا قاعد هو قاعد يرد علي. انا اللي قاعد يرد. يلا. اي قاعد يرد علي. قاعد اقول في حالة يلا إذا يرد إذا علي يلا. اذا انا انهى الحكم المباراة قلت انظلم القادسية بس. لا لا القادسية ما انظلم. لكن هدف لكن هدف قلت ايش جول. جول جول. واللي انظلم العربي. لا تقعد تزيد وتنقص. ترانا محمد كرم. اي عرفتي به وانت لك احترامك يعني كلاعب دولي نحترمك. الله يعزك يا مسالم. لكن لا تنقص من العربي. ما حد نقص يا مسالم ليش معصبه. لا لا يعني شوف الاخ محسن قانم مع ان قاتلين قلبه ولكن قاعد يشيد بلاعبين العربي. اشدنا الناشئين مدحنا اللاعبين مدحنا الفوز مدحنا الفوز وهذا شيء حلو من لاعبنا القدير محسن قانم. الله طيب. يسلمك صراحه محسن قانم انا يعني اشيد فيه في كل مره اتصل. يبقى مره ثانيه ما راح اتكلم عن العربي عشان لان صار. احنا اصلا قبل لا نكون كره احنا اخوان يعني احنا قلنا الكلام من قبل. بس لما تدش انت تقول والله القادسية انظلم لا ما يجوز حرام العربي اللي انظلم. تمام يا اخ فرج ان شاء الله وان شاء الله فوزوا على كاظمة واحنا نفوز عليكم وناخذ الدوري. مدفونة مدفونة هذه ما انا ابيك تفوز على كاظمة. واذا فز على كاظمة اسمع انا ابيك تفوز عشان نقلص النقاط بعدين احنا نفوز عليكم وناخذ الدوري. ام سالم اذا فزنا على اذا فزنا على كاظمة اي القادسية مظلوم؟ لا القادسية لا مو مظلوم شكل القادسية ان شاء الله ينافس اللي طيب. اللي يفوز يفوز بس انا اقول لك لو فزت على كاظمة معناه راح يكون في فرق بالنقاط فالعربي راح يقدم شوية اللعبة الأخيرة مع الكويت. طيب معاكم انتم تبي تضيفين شيء؟ بسيط نقطة ان شاء الله ناخذ الدوري منك ان شاء الله. اوكي يلا مع السلامة يعطيك العافية. اخذ اخوي ابراهيم صبحك الله بالخير. ابراهيم يا هلا يا هلا سعود عليكم السلام صباح الخير يعطيكم العافيه ان شاء الله. الله يعافيك سعود. اول شيء احنا نبارك نادي العربي يستاهلون يستحقون اللي شفناه اليوم من لاعبين القادسيه لاعبين محترفين لا فريق كامل مو قادر تفوز على فريق شباب. لا نزعل الجول انا اول شيء قلت مو جول بس بعدين شفناه عدل شفناه عرفنا هنا جول بس المشكله على الحكم اللي صفر نهايه المباراه وراح شاف التليفونات اكو حكم رابع معاه راح شاف على الطاوله. المهم مبارك العربي يستاهلون صراحه واقول حق الرياح وربعه يا اخي انتوا تعلموا الكره تعلموا من الشباب الصغار هذا شيء. الشيء الاخير اخوي او احب اقوله يعني حارس المرمى العربي كان واقف داخل 18 بس بعرف شنو قانونها هذه اثناء الضربه الاخيره حق القادسيه اللي ضيعها اللاعب. والمحترف اللي جابوه العربي طبعا اكيد توفقوا فيه وللبركه عليهم لكن الاتحاد بسرعه سجله بهالسرعه يعني ما شاء الله يعني ركضوا وسجلوا ما نعرف شنو يعني السالفه بالضبط. واقول حق لاعبين القادسيه هذه مو كره قدم قاعد تلعبونها وكل خطا من تراشي علينا جول وهزيمه. نبارك العربي ونقول هارد لكن هذا وحش الحكام ما يتكلم عليها والاتحاد ما يتكلم عليه يبا خلاص انتهى رفعت الاقلام. شكرا اخوي. اذا تكلمت يا ويلك ترى تمنع من دخول الملعب ماكو تصوير غرامه بعد حالك حال فهد دابس 400 دينار تعال دبر يا ابو جراح 400 دينار من وين تجيبها. اخذ اخوي نشط صبحك الله بالخير. صباح الخير بنور يا ابو سعود صباح ضيوفك طبعا جميعا يا حياك. طبعا فوز نادي العربي اليوم مستحق لان الكره لو انا مو شايف البلنتي وقالوا لي لاعب باليمين يشوت بطن رجله شات والشبكه يهتز على يمين الحارس يعني الكره دشه بالجول ما يصير يعني الا اذا اشول ولافع على اشول
ولف على يمين الحارس ممكن تكون برا وتحوش الشبك يعني بالمنطق يعني هذه بديهية. الأمر الثاني الحكم يعني إذا كرة هذه مش شايفها واحتسب إنها أوت إحنا ما نبي نفوز بلا حق بس يعني ليش القادسية يراجعون ودققون ينطرون كله باكر الصبح بعد يعيدون يكملون بالزيارة يعني كأن الأمر يعني أي شيء يخص القادسية يكون غير. الأمر الثاني طبعا والأهم إدارتنا يا إدارة القادسية طبعا مع احترامنا لهم شيوخنا والإدارة يعني لمتى يعني الآن موسم خلص بلا شيء راح يخلص بلا شيء شو بتسوي الموسم القادم شنو اللي بيصير. نادي العرب اليوم جاب لاعب واحد تو أول مباراة لعب اللي يفهم كرة يعرف إن هذا اللاعب مجتهد ماني قال لك مبدع بس حط جولين تحرك سرعة قوة مشاركة. إحنا لاعبنا محترف صار له سنة الحين اليوم حط لي كرة شاهدت شد جول يعني سوالنا طول الموسم. طيب يعطيكم العافية شكرا لك. شكرا أخوي نشت. أخوي فهد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا مرحبا يا حياك الله. الله يحييك مساكم الله بالخير جميعا. أنا عندي رسالة عتب وتوضيح حق الجهاز الإداري والجهاز الفني نادي القادسية. أنا ما لي شغل بالأحداث اللي صارت وكل شيء صار. إحنا كجماهير تبقى مباراة القادسية والعربي عندنا لها مكانة خاصة حتى لو دورة رمضانية. إنك ترجع يا جهاز إداري ترجع اللاعبين بعد ما يصفر الحكم نهاية المباراة هذه تحملها جهاز إداري وفني. غلطوا. أنا ما لي شغل بخطأ الحكم ما لي شغل بقول مو قول هي قول شفناها كلنا لكن الحكم صفر نهاية المباراة كان خطأ من الجهاز الإداري والفني إنه يسمحون اللاعبين يرجعون. لا ترجع وخلي الاتحاد يأخذ قراره. أما إنك ترجع الاتحاد عفواً وخفيت ترى الحكم يعطيهم خمس دقائق يصير انسحاب وهو ما له شغل هذا مو قرار إداري الاتحاد يأخذه. بالأثناء المباراة إذا اللاعب إذا الفريق ما رجع الحكم راح يعتبره انسحاب على نادي القادسية. خلاص الحكم صفر نهاية المباراة أخوي أحمد. إيه بس رد بعدين بعد عدل من قراره وشوف يعني أخوي فهد ترى الحادثة هذه بالضبط صارت في الدوري الالماني اول ما وجدت الفار اللاعبين طلعوا وراحوا غرفتهم الحكم بالملعب وصفر نهايه المباراه ورد الفريق مره ثانيه. انت قاعد تكلم لي على فار اخوي احمد لو في فار انا معك كان الحكم وقف وانتظر قرار الفار. انت قاعد تتكلم مباراه ما فيها فار الحكم اخذ قراره وانهى المباراه بس فهد ترى من الامر صار بكاس افريقيا تذكر مباراه تونس لما صفر الحكم وقال انتهت المباراه كان باقي 8 بعدين رجعهم مره ثانيه وقال باقي وقت قفلها نقانا ها ما رجعوا لا رجعوا رجعوا لا افريقيا ما رجعوا وفعلك ها مباراه تونس ما رجعوا بافريقيا لا رجعوا قبل المباراه بخمس دقائق والله ما يمكن انا مضيع ما ادري صراحه ما صحيح 8 دقائق مو 5 دقائق 8 دقائق صح كلامك المهم مو صفر رجعوا لا ما رجعوا لا ما رجعوا وقال الحكم راح يعورني من الشمس وراح اي المهم هذه غلطة جهازنا الإداري جهازنا الفني اسمحوا للاعبين وكسروا بخاطر الجمهور أنا ما لي شغل مباراة ودية ولا غيره جمهور طيب. الناس اللي فايت على العربي طيب شكرا لك أخوي فهد. سلمان صبحك الله بالخير. ألو السلام عليكم. صباح عليكم السلام. أنا بتكلم الفضيحة مو اللي صار الفضيحة عربي وكملت المباراة وما أحس بيوم صوتك يقطع سلمان ما فهمنا شنو قلت. اقول الفضيحه ايه لو كملوا المباراه والعربي انظلم لانه لو تعيد اللقطه شفتوها مليون مره حارس حاولنا يصدها بعدين ما قدر مثل ما تحسب طق البيد على الارض بعدين فجاه الحكم صف يرفع ايده حتى الحارس يدري من الكره داشه لاعبين القادسية أنا ما أدري ليش كثيرين ومسوين هذا كله واضح الكرة وأقول حق الكبير أحمد موسى عايشة أنت عقار حبيبي طول عمرك مشكور أخوي سلمان يستاهل أبو عايشة. آخذ أنور صبحك الله بالخير. إخوان حياك الله يا أخوي عزيز عطني وقت لو سمحت ما عطيت الجماعة تفضل احمد موسى يعطيك العافيه يعافيك حياك الله. خانك التعبير شنو خانك التعبير اي بشنو لما تقول لي علي مندني دش وكلم الحكم يعاقب عليها هذه واحده. الثانيه
شو اسم الخبير التحكيمي اللي كلمته مساء حميد محمد؟ حميد احمد، نعم. حميد احمد خان التعبير، انا اقسم بالله اقسم بالله يا عبد العزيز اتصلت بحكم دولي، اول حكم في كاس العالم في البحرين، قال ما دام الحكم حتى لو بنص الملعب، انا ما يهمني الكلام اللي قال، قال ما دام الحكم صفر وصل نص الملعب والفريق الفريق طلع ما يعيد لا بلنتي ولا 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 اي ولا ولا, ولا المباراه. ارسلون بس انا اقول لك يا 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 احمد، علي مندني غلط غلطه العمر، ترى علي مندني اخوي وحبيبي وابو عبد الله من اعز اخواني، خان التعبير، خان التعبير. بس انا اقول لك يا عبد العزيز، كل مباراه فيها القادسيه العربي ولا الكويت ولا اي نادي ثاني لازم الحكم يفوز الفريق. مباراه العربي العربي القادسيه علي محمود اهدى الفوز للعربي، اهداهم اهداهم هديه، مع الكويت ذيك السنه اهداهم، واليوم يا للضغط وبتاكد يا للتلفون، بس اقسم بالله وانا قسمت بالله والله يا نادي القادسيه اكبر منكم اكبر منكم ويظل اكبر منكم اكبر منكم، ويعطيكم العافيه. مشكور مشكور يعني، بس ما في شك انديتنا كلها اكبر منها، انديه هذه كيانات يا اخوي اخوي نور رضا، طبعا هذا رايك محترم، حتى الراي الحكم اللي انت دقيت عليه بالبحرين يحترم، لكن اليوم ليش خان التعبير؟ رجل اداري فريق انظلم، انت اليوم انت الحين بس تظلم واقع القادسيه، زي العربي في حال ان انت ما احتسبت الهدف، العربي ما راح ينظلم، انت كقادساوي انت شايفه بعينك ان داش الكره الجول، وكل القادساويه يدرون الكره دشت جول، انا مو ذنبي الحكم ما شافها، انا ذنبي انه عندي رجل اداري ناجح اللي هو اسمه علي مندني، راح ياب حقه، هذا حق الفريق، هذا هو ما ياب ترى، هو مو الكره برا وهو حسبها جول، وعبد الله علي مندني ترى شاف الكره بالجول، وبناء عليه لما الحكم الغى الجول او صفر نهايه المباراه راح حق الحكم قال ارجع شوف عدل وهدى اللاعبين، انت بالتالي انت تقول تقول انت انت بنهايه تقول شو لك احد فتنه نسيتها، يقول خانك خان ما خان ليش خان التعبير لما اقول عندي اداري ناجح، خان التعبير لا عندي اداري ناجح اسمع لي مندني ورد حقي اليوم انا حقي كان بيضيع وهو رد لي، وهذا ما فيها خيانه تعبير ولا خيانه امانه، يعني هذا شيء واضح، الريال بعد ما الحكم صفر وكان راح وكنت راح انظلم كنادي وككيان عرباوي مثل ما في كيان غساوي، حتى النادي العربي نادي كبير واكبر من الجميع ومن الكل، مثل ما الغاسية مثل ما تفضلت اكبر مني ومن الكل، حتى العربي اكبر من الكل ومن الجميع. طيب وعلي مندني راد حقي، شو المشكله؟ محسن خلص الصلاه والله يك. لا بس قانونيا من حق مدير الفريق ان يتدخل في اي شيء يخص ظلم نادي، من حق، هذا حق مشروع له، اليوم حتى يروح يتكلم مع الحكم ايضا حق له، هذا هو شنو سوى؟ راح يجيب الحكم. انا مثل ما قال طلال الشيخ فهد طلال دخل الحكم وقفوه 10 مباريات سنتين وقفوه سنتين يا هذا موجود بالملعب موجود بالملعب يتكلم ياخذ حقه تتكلم انت ما في صفر الحكم مو صفر صفر الحكم ايه ده صفر ايه بس في قانون يقول لك اداري ما يدخلون الملعب هذا قانون تو جديد اداري ما راح يتكلم الحكم اصلا عشان تتكلم اصلا راح للاعبين بدايه هو راح للاعبين يحسب له انه هدى اللاعبين اي لان كان اللاعبين متجهين للحكم هو خذ اللاعبين اول شيء والله يا طلال والله والله شوف هذه الحركه لو مسويها شيخ فهد طلال كان صارت يوم القيامه انا مسعود كان صار يوم القيامه لا انا مات يوم اتي والله بس شو تسوي لما تصير من اشخاص اخرين لا بالعكس هذا حقه وياب حقه ويدافعون عنه لكن لما تصير من الشيخ فهد طلال ولا من الشيخ طلال فهد ولا لا شلون مثل ما قال نادي القادسية نادي كبير ونادي العربي نادي كبير وكل الأندية أندية كبيرة طبعا أكبر من أي واحد فينا هنا لأن مثل ما قلت هذه كيانات نحترمها كلها صراحة نعم أخذ أخوي محسن صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور كيف حالكم شونكم حياك الله أول شيء أبارك العربي وفريق كبير والكبير كبير واللي أعجبني بالعرب اليوم اللمسة هذه اللي طق باص الهدف الاول ايش رايك فيها يا ابو عائشه ممتازه اللاعبين ادوا بصراحه ما قصروا اليوم متعونا والله اي والله اليوم انت رايك اليوم بالفريق بالباصات الانانيه مو موجوده لعب سلس كل يلعب صح ولا لا اي نعم نعم ابو عائشه شوف ابو عائشه انا اذكر قبل غزو نفس الحركه هذه عبد الله بلوشي نعم نفسها بالضبط لما قال خالد الحربان الله يذكره بالخير لما قال هدف نعم اذكره قبل غزو وبالتسعين بعد
طيب شكرا لك اخوي محسن يعطيك العافيه. اخذ الاخت منى. صباح الخير منى. يا منى. طيب اروح حق اتصال اخر ولا بروح قبل اروح للفاصل ايضا عشان ندخل في مباراه الكويت والنصر. بختم في اعطاء كلمه للاخوان حول المباراه عشان اروح حق الكويت والنصر. في شيء بتضيفه على المباراه ابو عبد الله؟ لا والله بالعكس، انا بس يمكن اخوي طلال ما فهمني بالبدايه، بوضح له ان هذه المباراه كانت فرصه لاشراك الصف الثاني اللي المدربين والجمهور يطالبون المدرب انه يلعبهم. طيب. وهذا اليوم نجح فيه العربي، هذا اللي اقول صراحه. نعم. يعني طيب ما عليه. في اتصال اخير من اخونا العزيز حسين عاشور رئيس اتحاد الكويت كرة الطائرة سابقا ومدير فريق العربي سابقا. صبحك الله بالخير يا ابو علي ومبروك الفوز. صبحك الله بالخير ابو سعود. يا حياك الله. وصباح الخير على جميع الاخوان الموجودين. والساعة ماخذة منك حتى ترى ابو سعود. يا عتشبدي مشكور يا عم. يعني ابو سعود اليوم خلينا نتفق ان المباراة كانت حلوة، يعني ما شاء الله لاعبين صغار طلعوا، مباراة كبيرة بين قطبين، ديربي كبير، مباراة حلوة وجميلة، والزين اللي فيها يعني ما شاء الله انه وايد شباب طلعوا مثل ما قال اخوي محسن غانم، ابو عايشة، دور علي مندني ودور احمد النجار، هذا طبعا ما نقدر نتكلم ولا نوفيهم حقهم، والحائري والباجين، كلام ابو عايشة صحيح. اليوم مو من الصحيح ان احنا نظلم الشباب الصغار لما ينغلبون يروحون وهم قاعد ياخذون فرص، محسن غانم قال لك العرب اليوم اشرك فوق الثمان لاعبين صغار. زين اني حق الشق الثاني عشان المشاهد يستفيد يا ابو سعود. تفضل. اعطي بس شوية وقت. تفضل. زين احنا الحين في مراقب المباراه وفي حكم المباراه. حكم المباراه سيد قراراته لحين انتهاء المباراه. لحين الخروج من الملعب. قبل لا نبدا المباراه، مراقب المباراه يشيك على لاعب وشرط اللاعب يبين مع فنيلته حتى لو اللاعب داخل بغرفة اللاعبين، يدرون الإخوان محسن غانم، فرج لهيب، وعايش، هاي شغلة. الحكم ما طلع برا الملعب، هذا القانون يقول كذي. نعم القادسية ولا العربي ولا أي فريق ثاني، بس الشباب الصغار عدوا، قطاع ناشئين قاعد يقوم بعمل جبار، هم بعد ما يرضون ينظلمون هني ولا القادسية. الكلام صحيح من الطرفين، لكن الحكم ما طلع بالقانون باللائحة، الحكم ما طلع برا الملعب يا جماعة، ما طلع خارج إطار الملعب، بعدين ما سلم الموضوع حق المراقب عشان مدراء الألعاب يوقعون على السكور شيت، فالحكم سيد قراراته مع الحكم الثاني والحكم الرابع. هذا اللي حبيت أوضحه. طيب شكرا لك. مبروك للفريق. مبروك. مبروك لك يا أخوي حسين، ومبروك لشقيق طبعا أبو سعود، مبروك لكل العرباوية. أخوي جاسم من مملكة البحرين شقيقة، صبحك الله بالخير. بالنور والسرور، ونبارك حق العربي سالون. ويا جماعة ترى عودة العربي من كم سنة سنتين الحين في صالح الكرة، وما أعتقد القادسيين مستانسين وهم كانوا سيطرين على البطولة. هذه جانب. جانب ثاني، طال عمرك الحكم ما أدري يعني أخطأ أو مارتك أو تناسي، لازم يشيك الشبك حق الجولين في بداية المباراة، وقبل البلنتيات ايضا تشيك الشبك حق الجول اللي بيلعبون عليه، ويجتمع بالكابتنين ويوضح لهم زين طريقه الشوطه ومكان الشوطه، ويجتمع بالحارسين ويقول لهم مساحه الحركه زين ووقت الحركه. هاي كلها ما صار ترى، يعني تشيك الشبك في حدث البلنتيات كان على الاقل ما صار الشيء. ونبارك حق العربي، ونقول حق الخالصين كنتم تتمنون العربي يرجع، كان رجع صح ولا لا؟ صحيح. يلا قواكم الله. مشكور. مشكور يا ابو حمود. مشكور يا اخوي جاسم. اخر اتصال اخوي العزيز هزاع العنزي من نادي التحدي المعاقين، اللي يعني اهدانا هالشغلات الطيبه باسم عضو مجلس او باسم مجلس اداره النادي. صبحك الله بالخير يا اخوي هزاع. طبعا احنا حابين نشكرك ونشكر الاخوان في مجلس اداره نادي التحدي لاختيارهم برنامج الديربي في الإعلان والكشف عن الشعار. بس بشكل سريع، الشعار ايش كثر صار لكم تصممون فيه، ومنو اللي صمم هالشعار؟ العربي
العافيه. انا اللي حاب اشكرك ابو سعود، اشكر قناه الاي تي بي واخص برنامجكم، وتستاهلون يا ابو سعود وسامحونا على الكسور. تستاهل طيب، ما من كسور. طبعا النادي مشهر من 21 ابريل 2019. طبعا ما امدانا بعدها، الله يفيكم الشر، جت نجاحة كورونا. نعم. والعمل هذا عمل جماعي، مو بس هزال، هناك مجلس إدارة، هناك كادر فني وكادر إداري يعملون ليل نهار لأجل مصلحة رفع علم الكويت في المحافل الدولية. صحيح. طبعا الشعار تصمم من الشباب وخاصة من أعضاء مجلس إدارة، لأنهم ما شاء الله عندهم خبرة في رياضة المعاقين، وصمموا الشعار اللي أنت تشوفه اللي يحمل الويلتشير ويحمل الدوائر اللي هي اللجنة الأولمبية، ويحمل شغلات النادي، طريقة النادي اللي لو تلاحظ. نعم. شعار مصمم من الشباب الكويتي مع مجلس إدارتنا. ما شاء الله. طبعا أشكر طبعا ضيوفك، رحب بالضيف العماني أبو خلبان اللي يقول حنا ضيوف وتراعي المكان. الله يتولى. ويا مرحبا فيك. ما تقصر يا اخوي. واشكر كابتن محسن غانم، واشكر الكابتن فرج رهيب، والكابتن احمد موسى، وكلامهم دعم لنا ترى. تستاهل. تستاهل يا اخوي عزاز، وكلكم تستاهلون، والله يوفقكم ان شاء الله، واحنا داعمين لناديكم الموقر ونتمنى لكم التوفيق. بروح لتغريده لاخونا بشار جاسم، طبعا زميلنا الاعلامي والصحفي العزيز، يقول تحياتي لك ولموسى وفرج وبقيه الحضور. يقول معقول الحكم واقف يم اللاعب وما شاف الكره داخله بالمرمى؟ ترى الكره مو كاسبر، وعموما نادي الكويت مو مستواه للاسف، والعربي بطل بطل. طبعا مشكور يا اخوي بشار، وشكرا لتواصلك معنا. بروح حق مباراه الكويت والنصر وتفاصيل هذه المباراه مع اخوي فواز الصلاح. استاد صباح السالم بالنادي العربي استقبل مواجهة الكويت والنصر بقبل نهائي كأس الاتحاد التنشيطية، في مواجهة شهدت غياب اللاعبين الدوليين بسبب فيفا داي. الكويت افتتح التسجيل مبكرا بأقدام الأسباني جاي ديمبلي. هنا جاي ديمبلي وصل داخل منطقة 18. ديمبلي وين بيروح يبحث أيضا تسديدة. الله! الرد النصراوي كاد أن يأتي عن طريق دينيس، لكن عبد الرحمن كميل بالمكان المناسب. طلال جازع يسدد كرة قوية أبعدها لحسينان عن مرمى، ليأتي محمد دحام ويسدد كرة لا تصد ولا ترد، سكنت شباك كميل ليسجل التعادل لفريقه. ما وصلت على حسين. الله 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 الله. وفي شوط المباراة الثاني محمد دحام حاول من هذه التسديدة وتحولت لركنية. النصر الأفضل حاول من فرصتين عن طريق محمد دحام وعدي الصيفي، وعبد الرحمن كميل ببراعة يتألق وينقذ مرمى. شاهين الخميس يسدد كرة سهلة وصلت لأحضان الحسينان. النصر الأخطر والأفضل بهذا الشوط حاول إضافة هدف التقدم، لكن المحاولات لم يكتب لها النجاح، لينتقل بعدها الفريقان إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت للنصر وأدارت ظهرها للكويت. الحمد لله على كل حال، يمكن كانت مباراة حلوة نجهز فيها نفسنا، لكن الحمد لله على كل حال، ممكن النصر الحظ كان وياهم بركلات ترجيح ما توفقنا فيها، والحمد لله وقدك للنصر وهاردك لنا. مثل ما انت عارف بطولة تنشيطية يمكن فترة الفيفا داي، لكن الحمد لله وصلنا نهائي، يمكن أول نهائي لنادي النصر، وأطمح أنا كلاعب يكون لي اسم بأول بطولة مع نادي النصر الفترة هذه، وعسى الله يوفق الجميع إن شاء الله. الحمد لله الشباب ما قصدوا، وكذلك خذينا بعض اللعيبة من فريق أقل من 20 سنة اللي الحمد لله راح يكونوا مستقبل نادي الكويت بإذن الله. وإذا كان النتيجة هذه اليوم تدل على أنه نادي الكويت يبقى نادي كبير، وحتى لما يغيبوا لاعبين دائما شعار النادي في لعيبة تلعب على قيمة وشعار هذا الفريق العريق اللي متعود على البطولات، حتى ولو يغيبوا حتى 10 و15 لاعب دائما النادي الكويتي نفس
نتمنى التوفيق لنادي النصر في النهائي، وشبابي نقول لهم مشكورين والحمد لله على كل حال. نادي النصر كانوا ابطال اليوم وداشين يبون المباراه، يبون يوصلون نهائي، اول مره يوصلون نهائي، وان شاء الله الله ييسر الامور بالنهائي. شاهدنا رغبه واضحه من لاعبي النصر بالفوز اليوم والوصول لمباراه النهائيه، ناويين تسوون شيء بالنهائي باذن الله؟ الفوز هذا نهديه حق الدكتور محمد المشعان، قبل ندش المباراه كان يبي المباراه، يبي يوصل معانا، وحرام يعني مثل فريق النصر قاعد يؤدي ما يطلع الموسم هذا بدون شيء. والله يوفقنا ان شاء الله في المباراه النهائيه. النصر ازاح الكويت بطريقه وبات على بعد خطوه واحده لتحقيق اول لقب بتاريخه. فواز الصلال لبرنامج الديربي. شكرا اخوي فواز، قلت لك لنادي النصر مجلس اداره جهاز فني اداري جماهير ولاعبين، هار لك لنادي الكويت، وابارك لي ابو موسى طبعا كونه لاعب النصر سابقا. محظوظ شلون؟ محظوظ هني وهني، ها امورك طيبه الحمد لله. مبروك يا ابو موسى، الله يبارك فيك. انا في ضيافه نادي النصر بعد. نعم. بعد اي والله هم مبروك يا ابو، الله يسلمك. يعني الكرم صراحه. نعم والله. اول شيء طبعا مبارك لاخواننا في نادي النصر، يعني مجلس اداره ولاعبين وجهاز فني واداري، واعتقد يعني الكل لاحظ نادي النصر بعد غدوم الدكتور محمد المشعان اختلف اداء الفريق امانه، وفي تطور كبير في الاداء، في 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 لعب جماعي، اصبح الفريق قام يلعب بشكل جماعي بمنظومه اكثر واقعيه، حتى من ناحيه الدفاع صار الدفاع منظم بشكل اكبر من ما كان عليه الفريق في السابق. اليوم يعني ما يميز نادي النصر امانه مو بس بهالمباراه، في المباريات السابقه ايضا بدا يحصل الفريق على فرص. يعني احنا في الفترة الماضية كان نادي النصر ما عنده الوفرة من عدد الفرص، اليوم الفريق قاعد يوصل المرمى ويهدد الفرق المنافسة، يعني امام الكويت، امام العربي، امام القادسية، قاعد تلاحظ الفريق قاعد يوصل وتحصل له فرص ويخلق فرص. فانا اعتقد النصر استحق يعني الفوز، امانه كان اداء جميل من الفريقين، لكن النصر كان اليوم يعني اداء مقنع بشكل كبير امانه، وقاعد يتطور الفريق من مباراه لمباراه، يعني قاعد يتطور، ونهنيهم صراحه على اختيارهم للمدرب محمد المشان. طيب ابو لهيب هار لك. نعم. اول شيء كابتن نبيل المعلول موجود ولا؟ لا اتوقع يمكن بجازه مسعود. فماسك مكان المساعد. اول شيء احب ابارك حق نادي النصر وهاردك نادي الكويت. المباراه يمكن كابتن طلال كان حاضر المباراه، كانت ممله نوعا ما، ما كان فيها يعني امور او جمل تكتيكيه. يمكن افضل ما في المباراه هدف حمد دحم، لاعب الامانه انا اشوفه مظلوم اعلاميا، يسجل تحركاته، بالاضافه الى مثل ما قال كابتن حمد موسى، الدكتور محمد مشعان غير شكل النصر، هذا واحد يعطي فرص حق اكثر من عين. يعني فهد العنزي بالسابق مع نادي النصر ما كان يشارك، بالاونه الاخيره شفناه قاعد يعطي فرصه. محمد هادي ومحمد هادي، نعم لاعبين قاعد يعطيهم فرص، فكره حاضر بالفريق، طريقه الاستحواذ والسيطره على وسط الملعب، ادوار كبيره حق مشاري العازمي كونه كقائد ككبير بالفريق، وجوده في وسط الملعب في بناء الكره من الخلف وزائد صناعته، فاعتقد انه في ادوار ممتازه حق دكتور محمد مشعان مع نادي النصر. نادي الكويت ما كان جيد اليوم، افضل ما في نادي الكويت اليوم شفناه انه يعني عوده طلال جازع، عطى بدا انه يرجع طلال جازع، واللي شاف المباراه شاف ان طلال كانت حركاته جيده، وهذا يعطيك مؤشر ايضا حق الفتره القادمه انه يرجع طلال جازع نفس ما كان. اليوم من وجود يوسف الخبيزي كقلب دفاع. نعم اي، لان نعاني من خطوه موجود اللاعبين الاساسيين ولا ايضا في لاعبين صغار، فاعتمد على الخبيزي كونه يلعب كمحور، قادر انه يلعب ورا مع حسين حاكم، بس بشكل عام الكويت ما كان جيد. افضل ما فيه اللي قلت لك طلال جازع، ايضا في كم مهاجم بالمقدمه، لاعب صغير من تحت 20 لكن ما بين بشكل كبير لانه ما اخذ دقائق كثيره، لكن بشكل عام انا اشوف نادي النصر استحق الفوز بعيدا عن ضربات الجزاء، لكن كاداء كمستوى كان افضل من نادي الكويت. طيب ابو عبد الله، يعني بالتاكيد انجاز لكابتن الدكتور محمد المشعان بعد هالفتره القصيره مع النصر. طبعا يعني خلال فتره قصيره ظهرت هويه النصر بشكل اكبر من ناحيه التنظيم الدفاعي، من ناحيه التكتيك المدرب، ومن ناحيه الامور الفرديه. هو كان اللعيبه ولا زال في هالمباراه يعني لجأ لضربات الجزاء، كان بامكانه يحسم المباراه في عده صحيح. فرص لا زال المشعان يجب ان يركز على الثلث الهجومي، يعني ممكن الحين
وصل النهائي يمكن يفوز ممكن لا، لكن بالنسبه حق والدوري الان ضمن، لكن بالنسبه للموسم القادم اذا حب انه يكون في ضمن المنافسه وهو قاعد يلعب من افضل المباريات مو بس مع الصغار، قلت لك قاعد يفوز على الفرق المؤخره، لكن الفرق الكبيره قاعد يضيع فرص، ومع الفرق الكبيره ما تقدر تضيع اكثر من فرصتين ثلاث، يعني الفرصه اللي تيك لازم هدف. اذا حب انه يكون منافس قوي الموسم القادم ينقصها انهاء الفرص راس حربه. نعم. ينقصها راس حربه. نعم. وسعود بس نقطه يعني. نعم. شوف بعيدا عن حجم البطوله اعتقد نادي النصر محتاج بطوله نفس تقريبا هذه عشان شوي يعطي دافع حق الفريق انه يتعود على النهائيات، يتعود على البطولات. صح. يمكن بطوله مو بحجم القوه لكن محتاجها، خصوصا الدكتور محمد المشعل كونه اول موسم يمسك مع الفريق. ما تبي العربي يفوز؟ لا لا انا اقول انه على المجهود اللي قام فيه، سواء هو او فيصل عدواني او الجهاز الاداري. خلي مسالم يدق عليك. لا لا والله يمكن يبي النصر. ترى شوف لا حشرة، بس لان المجهود قاعد يقوم فيه الجهاز الاداري فيصل عدواني. خايف قول خايف. لا يحتاج بطوله. قال لكم سالم تهددنا سالم. لا سعود انا اتكلم انه على الجهد اللي قاموا فيه الجهاز الاداري ومجلس اداره وايضا دكتور محمد مشعال مع الفريق يحتاج بطوله. طيب بو خلفان انت اليوم حضرت مباراه، شفت مباراه، رايك فنيا في هالمباراه؟ انا برجع الكلام اخوي فرج، انا اتفق معاه في نقطه واختلف معاه في نقطه. كلامه كان يتكلم عن الكابتن محمد دحام، صراحه انا اشوفه مشروع لاعب قادم اذا استمر على نفس المستوى بنفس الروح ونفس الاداء والمحافظه على النفس راح يكون من اللاعبين المميزين في الدوري الكويتي. هذه نقطه. النقطه الثانيه ان الكابتن فرج قال ان المباراه ممله. انا صراحه من ناحيه الكويت بالفعل الكويت لم يقدم اي مستوى، كان رتمه جدا يعني نقول متوسط، ما راح نقول ضعيف، لكن بالمقابل كان في بصمه مدرب موجوده مع نادي النصر. انا اول مره اشوف النصر يلعب يعني بهذا المستوى، يعني انت اليوم في تنوع في اللعب كان موجود، بصمه كابتن الدكتور ترى الكويت ناقص اكثر 15. ايوه انا ما اتكلم عن النقص ولا اتكلم عن، انا اتكلم عن وضع الفريق. يعني لاعب هضم طريقه لعب المدرب وقاعد يشتغل بشكل جدا ممتاز. ايضا اصبحت المرونه التكتيكيه مع لاعب نادي النصر حاليا يعني مع الدكتور يعني صراحه بكل امانه يعني مقدم مستوى جدا ممتاز. هذا يدل على ان المدرب المواطن. بس كابتن انت مدرب. اي اقول لك لما تيجي تقارن فريق مستقر وفريقه موجود كامل تقارنه بفريق 15 لاعب غايب. لا بس ما اتكلم عن المباريات، انا اتكلم عن بصمه مدرب. إيه؟ موجوده مش كان اوكي بس الكويت. لا انا تي ليش انت هني مشكله بالكويت، عندنا مشكله ان دائما المدرب المواطن مظلوم صراحه اقول لك. يعني في مدربين مواطنين صراحه عندهم امكانيات المدرب الاجنبي، ليش احنا نجيب مدرب اجنبي طالما عندنا مدربين مواطنين بنفس هذه المواصفات؟ اليوم من افضل المدربين المواطنين كان كابتن محمد ابراهيم. بس عزيز مو مقتنع باي مدرب. اوكي فوز ابراهيم. عزيز مو مقتنع باي مدرب وطني. مو مشكله، احنا نتكلم المدرب المواطن في الدوري الكويتي لابد ياخذ حقه صراحه بكل امانه. اليوم حتى في الدوره الموجوده عندنا قاعد اشوف مدربين عندهم افكار، مدربين مواطنين حتى في المراحل السنيه ايضا المدربين المواطنين لهم بصمه. اليوم تشوف نادي الكويت من اللي قاعد يدير المراحل الموجوده معها، فريق 17 كابتن اسامه يعني عنده فريق ولا اروع. يعني اليوم فريق الكويت وين؟ ما اشوف لاعبين يصعدون فوق كم سنه الحين اذا انت متابع عدل. ايه؟ طلع لي عطني اسماء طلعت ما قاعد يطلع قاعد ياخذ بطولات جميع المراحل. ابراهيم كميل متضامن خذوه 17 من 19 قادر يطلع بس مو يطلع بس انه قاعد يعني اليوم المفروض شفت اليوم السته سبعه لعبوا والعربي المفروض الكويت اليوم اقل شيء عنده خمسه على البطولات اللي قاعد ياخذها. ابو عبد الله موجودين بس ان انت بتطلع يعني ابراهيم كميل لاعب من الصغار صعد فوق، لكن انت تتكلم على مثلا بطولات. لا وين من الصغار؟ ابراهيم كميل لا مو ابراهيم يوم كبير يعني ترى من ليش مع تحت 20 يلعب احمد؟ كان فريق الرديف. اتفق كان فريق الرديف مع الرديف للحين مع الرديف هو صح. بس يعني كلام ابو عبد الله حتى هو في المنتخب الاولمبي كلام ابو عبد الله كلام 100% صحيح. اليوم 100% احمد لاعب فريق بالدوري انت هذا ما يصير. فري خليك الدوري فري. اليوم انا كفريق نادي الكويت عندي صغار احمد قول يا الله عندي انا اليوم احنا اليوم
مراحل سنيه، ليش وضعت مراحل سنيه؟ عشان تطلع لاعبين حق الفريق الاول، داعم حق الفريق الاول صح؟ مو عشان اخذ بطوله، ترى المراحل السنيه عشان اطلع لاعبين مثل ما انت طلعت وانا طلعت صح. ومحسن وكلنا طلعنا من المراحل السنيه صحيح. ومثلنا الفريق الاول، اليوم الكويت صار له 10 سنين قاعد مستحوذ على المراحل السنيه، مستحوذ قاعد يصعد، قاعد يصعد احنا لاعبين محترفين على هذا، وين اللاعبين اللي صعدوا؟ وين اللاعبين اللي صعدوا؟ خمس محترفين، عندي ابراهيم كامل لاعب صغير احمد، ابراهيم كامل لاعب بالتضامن 20 سنه، شاهين خمس، وين اللاعبين؟ للحين معي 20، هو 20 للحين عبد الرحمن كامل، انت اليوم احمد عندي انا بس انت عشان مثل ما طلعت انا فري لهيب عمره 17 سنه قبل، لا تقارن بالحين قبل، ليش ما قارن؟ لا تقارن بالحين قبل، اقول قبل اصعب، انت بنفسك قاعد تتكلم، انت بنفسك احمد، انت بنفسك تتكلم تقول مواهب ما عندي، الحين تبي تطلع صغار؟ اي هذا هذا دلاله ان انت دلاله انه مو قاعد تطلع عندي موهبه، اللي موهبه موهبتين قاعد يطلع لي انا بالمراحل كلها، وانت شيء عارفه لحظه، وين الغرب بالموضوع؟ انا عارف هالشيء اليوم، وضعت هذه الدوره مو زعلان، انت الحين مو شرط اساسي اطلع لاعب صغير وانا ما عندي، مو غصب، شو قاعد اخذ بطولات عندي انا، عندي 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 فريق، عندي لاعبين صغار بالفريق الاول، مو قاعد ياخذ فرصات اساسا، جيب لي الدوره، ليش طلع كامل ريال بتبسع قاعد عيونك، وانا ما عيته، وانا ما عيته، يقول لك هذه الدوره انا هذا اللي قاعد ما عيته، قلت لك يطلع من عندي واحد اثنين يصعد الفريق الاول، وين هو؟ عندي اكتفاء، انا عندي اكتفاء، عندي عبد الرحمن كميل، عندي صغار، ليش لعبت اليوم انت؟ هم رديت لعبد الرحمن كميل، لعبت اليوم، لعبت يا احمد، لعبت ثلاث لاعبين، شفت المباراه انت؟ ثلاث لاعبين ملعب انا، فرج انت عندك بس ما تبي تقولها، انا اقولها، شو تقولها؟ عندي لاعب ثلاث، انا ناديك ما نتكلم عن ناديك، يمكن انت ما تتكلم، انا نادي قاعد اقول لك، قول لي شنو قاعد اعاي طلال؟ اذا المفروض يلعب الناشئ الصغار، وانا رديت عليه قلت لك عبد الله، وانا قلت لك مو شرط اساسي يلعب الصغار، انا قاعد اقول لك لا، في نقطه ممكن الجوده غير موجوده، مو اهل للعب، ما لها شغل الجوده، لا شنو غير، انا قلت لك قلت وطلال خلفان مدرب، قلت له في احيانا مو شرط اساسي العب الصغار، اقدر العب اللاعبين اللي مو قاعد يشوفون، طالما انت في المراحل السنيه صار لك 10 سنوات ما قاعد تطلع لاعبين، معناته ما عندك جوده لاعبين، ما عندي جوده لاعبين، قاعد كاسح على الدنيا تحت، دقيقه كابتن فهد، لا فريق الاول ما اليوم، انا بقول لك اليوم احنا كنا في تطبيق عملي في نادي الكويت مع فريق تحت 17 اللي فاز بالدوري، من افضل لاعبين تكنيك صراحه، انا 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 اول مره اشوف لاعبين صغار بهالروعه، يعني انت تطبق هالدقيق، انت مدرب، لا لا بوصل، لا تجامل، قاعد اقول لك 10 سنوات ما في لاعبين، والله ما انت خلي ما اتكلم عن 10 سنوات، انا انت تقول انا اكلمك عن اليوم، اليوم من زمان متابع الدوري الكويتي، انا اكلمك عن اليوم، انا لا انت مو من زمان متابع الدوري الكويتي، بس احنا ايش قاعد نقول؟ اي بس انا ما في لاعبين، انا ما يخالف ما يخالف، بس حتى بالقادسيه اعطني فرصه، بس اعطني فرصه، ترى مو قاعد اتكلم ابي الكويت ولا ابي، حتى بالقادسيه ما في، اليوم اليوم انكشفوا مو شيء، طيب انا سؤال بس ابو خلفان، انا انت كونك انت ما شاء الله عليك متابع وحاضر، يعني خلال 10 سنوات احنا الماضيه عطني سم لي اسم نجمين يطلعوا، يعني ما في نجمين بالكويت، اي بالكويت بارزين، يعني بنادي الكويت، لا لا بالكويت بشكل عام، نجمين نجمين يعني، يعني انت تعول عليهم، انا سعد، انا غبية بدل المطوع، ها عيد الرشيدي ومبارك ثنيني، انا سعد، انا سعد، انا قاعد اقول الجواب اي صح، ما ادري راضي على اسمين طلال ولا بعدك احترام، بلاون الاخير ابراهيم كميل، مبارك فنيني اليوم لاعب صغير، يعني صراحه بكل امانه يعني شايل نادي السالمي صراحه لبصمه كبيره، وهو لاعب صغير ايضا، عيد الرشيدي في نادي الغاتسي، انا اختلف معك، من المميزين، شفت الاسمين هذول، اللاعب المميز، شفت هالاسمين، اختلف معك، انا هذول ما يشيلون فريق، مع احترامي انا قلتها، انت قلت وايدك، حتى انا اقول لك، انا اقول لك تبي الصدق، انا اقول لك ما يشيلون فريق، شلون ما يشيلون فريق؟ ما يشيل فريق عيد رشيدي، لا لا ما يشيل فريق، ليش ليش لا لا ليش، ايش الاسباب؟ قاعد تعتمد عليه، ايش الاسباب؟ قاعد تعتمد عليه، ما يشيل فريق، احنا قاعد نشوف، ترى انا نشوف مباريات، كابتن ما هو هداف، الاثنيني لعبه زين، مو بالضروري يكون هداف، مو بالضروري، هذا واقع، لا انت قاعد تشوفهم بالمنتخب، تاثير في ناديه مبارك فنيني، انا اتكلم مبارك فنيني اللي تاثير في ناديه، اليوم لاعب منتخب، اللاعب المؤثر اللي يعمل فارق مع فريقه، وقاعد يعمل فارق، لعبه مو زينه، وقاعد يعمل فارق، انا اتكلم فارق، هذول لا والله شوف، عنصر مهم، لا عنصر مهم، انا عيد رشيدي هذول اذا تتكلم واقع بدون مجاملات افضل موجودين، ليش اجامل؟ ما في انا جامل منو يعني؟ انا مش الفريق يعني، انا وجهه نظري هذه، ليش نجامل؟ لا لا قاعد اقول لك انا حتى فريقي ما جامل، بس انت قاعد تقول لي فريق الكويت من افضل المراحل السنيه، وين لاعبي ما يطلع؟ القادسيه الحين وينه ما يطلع؟ الوحيد اللي قاعد يطلع الحين العربي، وهذا واقع، لا العربي انا قلت لك العربي عنده دكه صراحه قويه جدا، وعنده صف ثالث، اتفق معك، قلت لك هذا شغل مو شغل اليوم، قاعد اكلمك هذا شغل قبل ثلاث سنوات اربع سنوات، هذا الشغل قبل ثلاث سنوات، اليوم انت تجني، هذا الشغل الصح، مش اليوم بطولات. تشتغل باكر على طول تحصل، لا لا حتى لازم يكون لازم تكون في استراتيجية عمل لهالموضوع،
لازم تحط خطة لهالموضوع. مو صح. بس أي شيء تعالوا يجيب لي لعيبة صغار اليوم وباكر يصيروا لعيبة فريق أول، لا مو كذي. الحين أنت مدرب سألتك سؤال ما جاوبتني. اللي هو؟ قلت لك فريق ناشئين 17 15 20 سنوات ياخذ بطولات ومتسيد ما قاعد يطلع الفريق الأول، شو السبب؟ أنت كفني أنا ما أعرف السبب، أنا مو موجود اليوم. مدرب؟ لا ما أعرف السبب، أنا ما أعرف السبب. عندي وفاة لاعبين وعندي محترفين، ما أقدر أصعد. قاعد أصعد واحد اثنين، كل موسم قاعد أصعد لي واحد اثنين، كل موسم قاعد أصعد لي واحد اثنين، لا تقارن قبل، لا تقارن قبل، لا قارن الحين، قبل لا، الحين خمس محترفين. الحين خمس محترفين ما يخالف، عندي لاعبين محليين زينين. ما انت اصعد محترفين يساعدونك، قاعد اصعد. انا ما ابي منك 11 لاعب. ابراهيم كمين مو متدرج، انا ما ابي منك 11 لاعب. لا بس ابي منك 20. انت الحين قاعد تأيدني، انا ابي منك خمس لاعبين. انا قاعد اصعد بالموسم، بالموسم بعبد الله بالموسم قاعد اصعد واحد اثنين. اخر لاعب طلع عندك علي حسين كابتن فرج، هذا سؤال وايد. طلع لي واحد اثنين بس، هذا قاعد تسوي شو كابتن؟ عندك وفره لاعبين كابتن. شلون سؤال الكابتن محسن وايد مهم. انت اليوم تتكلم عن يعني مده اربع او خمس سنوات انت متسيد مراحل سنيه، وين هذا اللاعبين؟ انا جاوبتك بطلال، عندي وفره لاعبين فوق، عندي محترفين، وعندي محليين قاعد يصعد معي واحد اثنين. انت اقول قانون الخمس محترفين تو واحد اثنين كل سنه يصعد معاك وين قبل ثلاث سنين؟ خله تو هذا تو انا لا تصعد تبي اول يعني تبي اول شريده وين فيه؟ صح الخبيزي بشنو؟ لاعبين احمد مو لاعبين صغار هذيلي سامي ولا من انديه ثانيه هذول صغار قاعد اسال كم اعمارهم؟ مراحل سنين صاعدين معاي ادري كم اعمارهم؟ كلمتك عن العام كلمتك السنه قلت لي خلاص بعد تعرفين تو تبي قبل اطلع لك اثنين ثلاثه تبني واحد عمره 28 تقول لي كل موسم اطلع لك فوق واحد اثنين بس هذا حسين حاسم عندك نقطه الاخوان ابو لهيب مو مختلف معاهم لا لا ادري يعني اليوم مثلا اليوم انت لعبت حسين حاكم لعبت بريتشي شو اللي يمنع تلعب اسماء مثلا من الصغار تعطيهم فرصه ليش لعب حسين ليش مو ضد حسين ولا سبقتي توني جاي بقول اليوم فرا انت تقول لي انا عندي وفره لاعبين وانا اختلف معك بالراي لان انا او شيء اختلف معك بالراي قول لي وفره لاعبين شلون اسمعني انت تقول عندي وفره لاعبين زين انا لما يكون انا كل مدرب ريال مدرب لما يكون عندي لاعب جيد صاحب موهبه عمره 20 ولا 18 ولا 19 العب واحد لاعب عمره 38 سنه ليش لعبت عبد الله شمال اليوم كبير بالفريق كابتن فريق 36 سنه اي بس ليش لعبته اليوم؟ لاني انا اليوم بلعب سته صغار احتاج اقعد وياهم زين بس انا اليوم فرع لا يجيك كذي تجيني كذي لا قاعد ارد عليك يا احمد انت تقول لي وفره لاعبين انا اقول لك حسين حاكم انا اقول لك اي انا اقول لك ليش انت ما عندك وفره لاعبين؟ لان انت للحين مخلي لاعبين عندك 38 سنه محتفظ فيهم هذا دلاله ان انت ما عندك لاعبين تثق فيهم وتصعدهم الفريق الاول ياخذون مكان هاللاعبين الموجودين اذا كذي انت محتفظ مو بس الكويت ترى كل الانديه عندنا بالكويت قاعد يخلون اللاعب يوصل 35 36 ليش؟ لانه ما عنده ثقه باللاعبين الصغار يصعدهم ولانه ما عندنا الجوده اللي قال عنها ابو عبد الله ليش نظلم لا تقول لي 35 سنه يا احمد نعم لاعب 35 سنه اذا كان قادر يعطي بمستوى كبير ليش نظلم انت سمعت ايش قلت لك انا قلت لك انا لو عندك لاعب عمره 20 سنه صاحب جوده وانت كمدرب تفضل هذا ولا تفضل ب 35 36 كلياقه بدنيه وقوه وعطاء نفس الجوده اي تاخذ لاعب صغير لانه لأن بيعطيك 10 سنين عدل ولا صحيح عدل ولا صحيح يعني هذا اي مدرب في العالم لما يكون عنده لاعب عمره 20 سنه طيب. وادري اللاعب هذا بيعطيني 10 سنين راح ابديه على لاعب ب 35 و36 اللي بيعطيني على موسم او موسمين وهاي المشكله عندك طيب. عشان تشيل منتخب مالك ضعيف طبعا وللحين قاعد تلعب لاعبين كبار طيب مش لا تغالي احمد مع ناديك انت احمد تختلف عن وضع نادي انا عندي محلين افضل من اللي عندك وعندي وفره لاعبين اختلف معاك انت بتضطر تصعد فوق مصعد تصعد طيب مضطر تعتمد عليهم دقيقه كم كان عمرك لما اعتزل 34 يمكن يعني لعبت وانت كبير ما كانوا في لعيبه صغار لا شوف في تسير ابو عائشه يعني انت انا لما بس سن ما كنت العب كان بس كنت موجود مع الفريق بس يعني ما العب لا كنت العب لا والله ما العب اخر سنتين ما العب معلق كابتن انا موجود معك اخر سنتين انا معك موجود 2011 و2012 تلعب وكنت نجم بعد طيب لاعب مؤثر كنت شكرا لك محسن غانم شكرا لك فرج لهيب شكرا لك احمد موسى شكرا لك طلال خلفان نورتنا الله يسلمك وان شاء الله موفقين في الدوره ان شاء الله في احد من عمان معاك في عندي الكابتن عصام فايل والنعم لاعب النصر طيب لاعب النصر هذا دفاع لاعب النصر لاعب النصر بس كلمه بس فضل. انا صراحه بكل امانه احب اشكر اداره نادي النصر طبعا هذه استضافتها الثانيه لنا في فندق النادي ما قصروا صراحة كرئيس نادي تواصل معاه الكابتن عصام وبكل أمانة شريدة اي والله رحبوا فينا وصراحة بكل أمانة يعني الواحد يخجل بكل أمانة إني يقدم لهم الشكر هذا شيء بسيط يستاهلون إدارة ترى شوف أي شيء في النصر تحس فيه
كرم وتواضع على الهلال النصر لا ما اريد اقول لك اي شيء اي شيء في النصر تحس فيه يعني هذا شيء شيء اخر احب اشكر الاخوان في الاتحاد الكويتي صراحه يعني حتى اعطونا الفرصه ان احنا نكون موجودين في دورة البرو لان كان متقدمين صراحه كثار نعم. كانت انتقاءات بالنسبه لهم يعني لاعبين سابقين واثروا الدوره نشكر ايضا المحاضرين بكل امانه لليوم قاعدين يعطونا اشياء نستفيد منها بكل امانه واشكر اخواني الدارسين المتعاونين مع بعض بكل أمانة. والله يستاهلون الشكر وشكرا لك يا طلال نورتنا شكر لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هايجين وميابيرين الشكر لاطياب القمه الشكر لكازو انمور الشكر لنظارات كيفان الشكر لاجواخ الملوك الشكر لديرندير الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيز في الكويت الشكر لمعرض اسد الملابس الرياضيه الشكر لميتادور ديزاين لا انسى اشكر اخوي فهد بوقماز شكرا لك يا اخوي فهد اشكر نادي تحدي ايضا للمعاقين الحساب اللي اخترته لكم اليوم بما ان اليوم ايضا مباراه هامه ومصيريه للمنتخب السعودي الشقيق وان شاء الله يحسم الموضوع ويتاهل الى نهايات كأس العالم عن جدارة واستحقاق اخترت لكم حساب سعودي اسمه استوديو الاتحاد طبعا منصة إلكترونية مختصة بتغطية كل ما يتعلق بنادي الاتحاد بطريقة مختلفة عن الجميع فعلا يعني القائمين على هذا الحساب الأخوان في استوديو الاتحاد فعلا يعني طريقة مختلفة لنقل كل ما يتعلق في نادي الاتحاد طبعا مخصصين جزء كبير خلال الدقائق الماضية لتغطية المنتخب السعودي يستاهلون ومغطين بشكل خاص لاعبين الاتحاد في المنتخب السعودي حساب رائع كل ما يتعلق بفريق الاتحاد السعودي تجده في هذا الحساب حساب استوديو الاتحاد الله يعطيكم العافية أخوان القائمين على الحساب وتستحقون الشكر وأتمنى أنكم تتابعونا طبعا دعواتنا إن شاء الله لمنتخباتنا الخليجية والعربية بالتوفيق اليوم الخليجية بشكل خاص والعربية بشكل عام نتمنى إن شاء الله أيضا نفرح باكر بتهنئة الأشقاء والأخوان في المملكة العربية السعودية إن شاء الله بالتأهل دعواتكم إن شاء الله للأخضر السعودي بالتوفيق كلنا السعوديين